أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل المحاضرات لصالح ولمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان، والنهاردة بإذن الله يكون عندنا لكتشر 1 في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وهتبقى محاضرة يعني هي الأهم نسبيا ونحط فيها الأساس. فيعني المحاضرتين اللي بعد كده في الفيميل يبقوا أسهل قليلا. فنتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة الأولى في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. طيب بنبتدي بداية يعني معلومات في الامبريولوجي، مش مهمة قوي في الفسيولوجي، اكتر من سؤالين او ثلاثة في الام اس كيو، لكن احنا بنحب نغطي الموضوع من جوانبه المختلفة، ان احنا ما بنجاوبش اسئلة، احنا بنقول موضوع متكامل. فنبتدئ الفيميل ريبرودكتيف سيستم، بس هنظبط ثانية واحدة اهو. تقرأ تبتدئ الفانكشنز اوف اوفريز، الاوفريز اللي هي الفيميل برايمري سكس اورجن، يعني الاوفريز هاف جوت تو فانكشنز، نمرة واحد اندوكراينال فانكشن ونمرة اتنين اوجينيسيس. Endocrinal function in the ovaries produce estrogens، وما بقولش estrogen بقول estrogens، وأرجو تاخد بالك لأن هما ثلاث أنواع الاستروجين. والهرمون الثاني اللي هو البروجستيرون، وفي أوانية هنقول منين جابوا كلمة estrogen ومنين جابوا كلمة بروجستيرون. تاني وظيفة اللي هي الأوجينيسيس اللي هو تكوين البويضات، وفي هنا نقطة مهمة جدا يا أولاد، إن الأوجينيسيس occurs in intrauterine life، يعني الفيميل بتكون بويضات اللي هي عاوزاها فقط وهي جنين في الانترايوترين لايف، ده عكس السبرماتوجينيسيس في الميل اللي بيحدث طوال الحياة، إنما الفيميل بتجهز عدد محدود من البويضات فقط في الانترايوترين لايف. وان كان الكلام الجديد بس مش عايز ادخلكم فيه عشان ما لخبطكوش، يعني كونتراديكتوري، متعارض شويه مع الحقيقه دي، ما بيوافقش عليها على الاطلاق، انما خلينا فور تايم بينج نقول ان الاوجينيسيس بيحدث في الفيميل في الانترايوترين لايف. هنقسم مراحل الحياه في الفيميل الى الفيتال لايف نمره واحد، التشايلد هود نمره اثنين اللي هي النقط السوداء اللي قصادك، وبعدين البيوبرتي اند ادلت لايف. ابتدي بالفيتال لايف عن ثلاث مراحل او اربعه اسم. في اول مرحله هنا هنقول انه برايمورديال يعني ابتدائي، جيرم سيلز يعني خلايا اللي هي تناسليه، بتتكون في الهايند جات في القناه الهضميه الخلفيه، ذن مايجريت تو جونادا ريدج، بتروح للريج بتاع الجونادز. يبقى أول حاجة عندي primordial germ cells. الخطوة الثانية هتتحول إلى primordial ova، بويضات بدائية أو ابتدائية أو نسميها أوغانيا. دي بقى هتميجريت لفين؟ للأوفيريان كورتكس، للقشرة بتاعة المبيض، وتتكاثر هناك ليصل العدد في الأسبوع السادس للسابع لعشرة آلاف، وفي الأسبوع الثامن إلى 600,000. البويضات اللي راحت للقشرة بتاعت المبيض هتجمع، هتكولكت ovarian stroma from granulosa cells، ويعملوا الgranulosa cells اللي هي الخلايا المحببة، وتدي في الحالة دي primordial follicles
اللي هو الفوليكلز والحويصلات اللي هي الابتدائية. العدد في الاسبوع العشرين بيوصل اعلى عدد من الفوليكلز. في الفيميل بيحدث في الاسبوع العشرين من الحمل وهو 6-7 مليون. انما بيحصل لهم ديجنريشن بحيث ان ات بيرث يوم تولد الفيميل بيبقى العدد انخفض من 6-7 مليون الى 2-2.5 مليون. يبقى شفنا ثلاث كلمات بتشترك في كلمة primordial ومعناها ابتدائي. primordial germ cells خلايا تناسلية ادت primordial ova بويضات ادت follicles. امتى البويضة تبقى follicle؟ لما تجمع حواليها شوية granulosa cells. والبويضات بدأت فين؟ في الأوفيريان كورتكس عند القشرة. وفاهمين ليه؟ عشان لما ينفجر الفوليكل يبقى سهل على البويضة تنطلق خارج المبيض. عشان كده مش ما ينفعش يبقوا في المظلة جوه في النخاع، لازم يبقوا قريبين من القشرة عشان لما ينفجر الفوليكل القشرة تتقطع وتنطلق البويضة لتتلقفها أهداب الفالوبيان تيوب. عرفنا ان اكبر عدد من الفوليكلز بيحدث في الاسبوع العشرين وبيبقوا 6-7 مليون، يوم تولد بيبقوا 2-2.5 مليون. طيب نيجي النقطة الرابعة اللي هي الفيرست ميوتيك ديفيجن، الانقسام الاختزالي الاول، بيحدث في الشهر الخامس في الفيفث مانس اوف جيستيشن. جيستيشن يعني حمل. وفي الحالة دي بيحصل كروس اوفر اوف جينيتيك ماتيريالز، يعني تبادل للجينيتيك ماتيريال. ودي مهمة يا اولاد. ليه بقى الكروس اوفر دي؟ انتوا خدتوها في ثانوي عشان الدايفيرستي، ما يطلعش كل الناس والاخوة زي بعض بالظبط، وعليه يبقى عندهم مقاومة مختلفة للعوامل الطبيعية اللي هيتعرضوا ليها. تخيل لو كل الناس طلعوا نفس، يعني كانت استنساخ وليس التكاثر، يبقى يجي عامل بيولوجي او عامل طبيعي واحد يضيع كل النوع. فالكروس اوفر ده من روائع الخلق والخالق، بيتيح بالدايفيرسيتي الاختلاف بين افراد النوع الواحد، وهو يحدث في كل الكائنات تقريبا عشان خاطر يبقى عندهم مقاومات مختلفة للكوارث الطبيعية والكوارث البيولوجية. طيب ده كانت المرحلة الأولى اللي هي الفيتال لايف. ننتقل إلى مرحلة التشايلدهود. إحنا عارفين مرحلة التشايلدهود دي، خدها قاعدة، في الميل والفيميل مرحلة خمول جنسي. ليه؟ لأن بقولها للمرة الثالثة. البيتيوتري يا أولاد، البيتيوتري اللي هي الغدة النخامية اللي بتتحكم في الجونادز عن طريق الجونادوتروبينز ما بتطلعش جونادوتروبينز في التشايلدهود. ده احنا دي بنقولها سؤال بيبقى لطيف خالص لما يسألك البيتيوتري هرمونز في التشايلدهود او في التشايلد، اوعى تقول ضمنهم الجونادوتروبينز. الاف اس اتش والال اتش ما بيطلعوش على الاطلاق في التشايلدهود. وعلى اي ادام ما فيش بيتيوتري جونادوتروبينز، يبقى الجناد اللي هي الاوفرز هتشتغل ازاي من غير ستيميليتنج هرمون؟ هتبقى ان اكتف. كل اللي بيحصل ده ملوش قيمه قوي، ان بيزيد شويه السايز اوف فوليكلز والجرانيلوزا سيلز عن طريق الستريتم جرانيلوزا. طيب تقل المرحله الثالثه والاخيره والاهم، وهي البيوبرتي او الادلت لايف، اللي هي بدايه البلوغ وهي بدايه فتره الخصوبه في الفيميل. هنا بقى هيكمل السكند ستيج اوف فيرست ميوتيك ديفيجن اللي حصل في الشهر الخامس في الجنين، هيكمل في بيفور اوفيليشن قبل التبويض، قبل ما يحصل عمليه تبويض، وده تحت تاثير الفوليكل ستيميتنج هرمون. دي اهم خطوه. ليه بقى؟ لان فيها البرايمري اووسايت اللي عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، ضعف عدد الكروموزومات، هيتحول لسكندري اووسايتس اللي عنده الهابلويد نمبر اللي هو نصف العدد او العدد الفردي من الكروموزومز، وان وفيرس باي بولر بادي. يعني خد بالك حاجه لطيفه قوي، ان في حاله البويضه ما بتديش تو سكندري اووسايتس زي في حاله السبير، انما بيتجمع
كل المواد في بويضة واحدة ويتكون جنبها الفيرست بولر بادي صغير خالص عشان نجيت ريد نتخلص من الاكسترا جينيتيك ماتيريال. الجينيتيك ماتيريال مش عاوزينها، وكل السيتوبلازم والحاجات المهمة تتجمع في البويضة اللي ممكن تخصى. وبرضو مرة أخرى بعلمها لك يا ولاد، الانقسام الاختزالي في الميل أو الفيميل بيحدث منين؟ افتكر، من البرايمري أوسايت في حالة الفيميل الأوفري، والبرايمري سبرماتوسايت في حالة الميل في التسكلز. البرايمري أوسايت يدي سكند أوسايت، حفظناها بطريقة لطيفة فاكرينها؟ كنا قلنا البرايمري بيحتوي الديبلويد نمبر، بينما السكندري بيحتوي الهابلويد، يعني الواحد في اتنين والاتنين فيهم واحد. يبقى البرايمري أوسايت أو سبرماتوسايت في حالة الميل عندهم الديبلويد نمبر، بينما السكندري أوسايت أو سبرماتوسايت عنده الهابلويد نمبر. وبالتالي الطالب ذكي يبقى عارف متى يحدث الانقسام الاختزالي، متى يحدث الميوتيك ديفيجن، الخطوة المهمة ليه افتكرها دائما أبدا، من البرايمري أوسايت أو سبرماتوسايت إلى سكندري أوسايت أو سبرماتوسايت، من البرايمري للسكندري، من البرايمري للسكندري أوسايت أو سبرماتوسايت إلى سكندري أوسايت أو سبرماتوسايت. ولا تنسى البرايمري عنده الديبلويد نمبر، بينما السكندري عنده الهابلويد نمبر. ده بيحدث قبل الأوفيليشن، وفي نفس الوقت بيساعده الفوليكل ستيميليتينج هرمون. طيب اما السكند ميوتيك ديفيجن يا اولاد، فده بيحدث ساعتين لثلاث ساعات بعد مش قبل، بقى بعد الفيرتلايزيشن الاخصاب، ويساعده اليوتينايزينج هرمون. فبتتحول البويضه الى ماتيور اوفم، خلاص ده حصل لها اخصاب بقى افتر فيرتلايزيشن، وبرده معاها السكند بولر بادي. قلنا ما بينقسموش الى قسمين متساويين كما في الميل، انما ماتيور اوفم كبيره والبولر بودي جسم قطبي صغير في الحاجات اللي مش عاوزينها الاكسترا جينيتيك ماتيريال. طيب في معلومتين مهمين جدا في الام اس كيو هنا يا اولاد نبقى عارفينهم كويس. ان تخيل احنا كنا وصلنا اكبر عدد من الفوليكلز كان في الاسبوع العشرين، 6-7 مليون. يوم ولدت الفيميل كان 2-2.5 مليون. خلاص حقيقة الأمر في كل الريبروداكتيف بيريود، في كل فترة الإخصاب اللي بتستخدمهم فقط الفيميل، افتح ودنك، 450 فوليكلز. خلاص هم بس اللي بيكسبل دير أوفا، اللي بيطلقوا البويضات اللي فيهم ويبقوا قابلين للحمل. يعني تصور، من كان أكبر عدد في الأسبوع العشرين 7 مليون، انخفض إلى 2-2.5 مليون. خلاص ده في ساعة الولادة. by the time of puberty، ببداية البيوبرتي، العدد بينخفض إلى 400,000 فوليكلز اللي بتستخدموا منهم بس 450 فوليكلز هما اللي بيطلقوا البويضات. طيب في معلومة بقى في الام اس كيو لطيفة جدا، مين بيوقف الفيرست ميوتيك ديفيجن؟ ليه الفيرست ميوتيك ديفيجن توقف؟ بسبب بروتين اسمه PP39 موس. موس ده يا اولاد اللي هو اسم الزملاء الاصغر سنا، افريكان فروج، يعني ضفدع افريقي، اللي هم عملوا فيها هذه الابحاث، فلقوا ان في بروتين اسمه PP39 هو ده اللي بيعمل انهيبيشن، بيأرست الفيرست ميوتيك ديفيجن في الميتافيز. طب لما بيحصل فيرتلايزيشن ايه اللي بيحصل بقى؟ الفيرتلايزيشن بيدستروي البروتين ده اللي هو كان موقف الديفيجن، فالديفيجن يكمل. يبقى الفيرست ميوتيك ديفيجن اللي بيوقفه البروتين PP39 موس في الاوفم، وهذا البروتين بيتم تكسيره، وبالتالي نكمل الميوتيك ديفيجن بعملية الفيرتلايزيشن. دي مقدمة امبريولوجية مش عاوز تدقق فيها قوي، تسمعها بس كده عشان لو جالك فيها سؤال ام اس كيو، انما ما لهاش اي علاقة بالنظري. طيب ننتقل بقى للكلام المهم. في كل فيميل يا اولاد بيحدث، افتح ودنك، تو مين
sexual cycles. طالب بيقول لي انت بتقول two main sexual cycles, يعني في كل فيميل في reproductive period في فترة الإخصاب بيحدث عندها two main sexual cycles. واحدة تحدث في الأوفري ونسميها ovarian cycle, والتانية تحدث في اليوترس ونسميها uterine, وهي الأشهر أو المنسترال سايكل لأن هي اللي بيومات الفيميل بتقدر تتابعها. دائما أبدا بقول يا أولاد أنا أعني ما أقوله وأقول ما أعنيه. فليه قلت ركز two main sexual cycles للأوائل, two main, ما قلتش الفيميل بيحدث عندها two sexual cycles, بيحدث اثنان أساسيتان ده اللي بيحدث خلاص, لان في سايكلز تانية. على سبيل المثال في بريست سايكل بيحصل تغيرات في البريست مع الدوره الشهريه, في فاجينال او فاجينال سايكل بتحدث مع الدوره الشهريه. اذا هما تو مين سيكشوال سايكلز, اوفيريان اند منسترال. الاشهر في النظري عشان ما ضاعش وقتكم هو اليوتراين او المنسترال سايكل, لكن لازم الاول نعرف الاوفيريان سايكل. طبعا بتيجي ساعات نظري بس اقل احتمالا, يعني لو قلنا المينسترال او اليوتراين سايكل نظري مهم اس 1000 هنقول الاوفيريان سايكل نظري بس لازم نعرفها عشان فيها اسئله كثيره. نبتدي في الاوفيريان سايكل, وزي ما بقول لكم انا بحب قوي النظام, فبتصور لو جالي سؤال اوفيريان سايكل هتكلم عليه في 4+4, يعني مقدمة من 4 نقاط + 4 فيزيس, يبقى حلو حتى في تذكرها سهلة, يبقى مقدمة من 4 نقاط و4 فيزيس. في المقدمة الأوفيريان سايكل ركز معايا, من اسمها بتحدث فين؟ في الأوفري, ادي معلومة ببلاش. طب لطالب أسكى كنترول دي بإيه؟ دي بقى الغلطة اللي بيغلط فيها طلبة كتير, يا بابا الأوفري دي جناد, يبقى 100% under the control of gonadotropines اللي هما الـ FSH والـ LH اللي بيطلعوا من anterior pituitary, عشان طالب غير ذكي يقولك under the control of estrogen and progesterone. لا, هي بتنتج estrogen and progesterone لكن تحت تأثير الجونادوتروبينز. وتاني قلت الطالب ذكي يسأل نفسه الأوفيريان سايكل دي من اسمها تحدث في الأوفري, طب الذكي يقول طب الأوفري ده جناد, يبقى 100% تاني معلومة كنترولد بالجونادوتروبينز اللي هما الفوليكل ستيميتنج هرمون والتنازينج هرمون اللي بيطلعوا من الأنتيريور بيتيوتري. معلومة التالتة الإيم, إيه الإيم بتاعها اللي هو الفانكشن أوف أوفرز اللي قلناها أوفيليشن, إنها تطلق البويضة اللي قابلة للإخصاب عشان يحصل حمل وتطلع هرمون اللي هو الاندوكراينال فانكشن اوف اوفري اللي هم الايستروجين اند بروجستيرون. طب والنقطه الرابعه ان هم فور فيزز, طبعا في بعض الكتب بيقسموها الى 3 فيزز, انما في المعظم بنقسمها الى 4 فيزز. يبقى تاني, يبقى في الكتب غالبا بيقسموها الى 4, البعض بيقسمها الى 3. يبقى تاني ايه المقدمة 4, يلا قولوها معايا بقى, انها من اسمها بتحدث, انا سامعكم, في الاوفرز. الطالب الذكي الاوفر دي جناد, يبقى under the control of gonadotropines FSHLH. دي النقطة التالتة. النقطة التالتة وظائفها هي وظائف الاوفر اللي قلناها اللي هي ovulation و estrogen and progesterone production. النقطة الرابعة انها 4 phases. نيجي بقى ناخد اول phase اللي هو follicular maturation. تصور كل اوفيريان سايكل بتبتدي ب10 ل15 فوليكلز, يعني احنا عاوزين فوليكل واحد, عاوزين بويضه واحده, ومع ذلك بنبتدي ب10 ل15 فوليكلز, بنخسر في كل اوفيريان سايكل 10 ل15 فوليكلز. طب طالب يسالني ليه كده, بحب قوي اتامل في الاشياء دي, ان بقول ان فيه ماراثون, يعني سباق. لما نبتدي ب10 ل15 فوليكلز
مين اللي هيكمل معانا؟ الأسرع. الأسرع هو الأقوى. يبقى هي نوع من أنواع الاختيار، بنختار الحاجة الأحسن. وزي ما كان في ماراثون في الفيميل، هناك ماراثون في الميل. لأن هناك قلنا في الإيجاكوليشن بيبقى في حوالي 400 مليون سبير، 4 سنتي تقريبا مليليترز أوف سيمن، كل سنتي فيه قلنا 100 مليون. يبقى تخيل، عاوزك تتخيل الموقف، الناحية دي بيجري 400 مليون، مين اللي هينجح في إخصاب البويضة؟ أسرع واحد اللي هو أقوى واحد. الناحية التانية بيجري 10-15 فوليكلز، مين اللي هيخصب؟ أسرع واحد اللي هو أقوى واحد. إيه الغرض بأن ربنا بدأ هنا ب 400 مليون وهنا ب 10-15 فوليكلز؟ عشان ناخد الأسرع هو الأقوى. توجد افتح ودنك. The best offspring، أفضل ناتج ممكن. يعني حضرتك وحضرتك تمثل أفضل ناتج لأسرع وأقوى بويضة في مقابلة أسرع وأقوى سبير. ده الفكرة. أنا عاوز في الفوليكولار ماتوريشن، لأن ده صعب، وحتى كأني بساعدك في الإمبريولوجي، إن ده سؤال إمبريولوجي، هتتكلم في 5 نقاط. أول مرحلة الأوفر، الأوفم سايز هيزيد 2-3 فولدز، وهتجمع زي ما قلنا حواليها شوية جرانيلوزا سيلز، خلايا محببة دي اللي بتطلع الهرمونات، بتبروليفريت. يعني الأوفم هيزيد في السايز 2-3 فولدز والجرانيلوزا سيلز هتتكاثر. طيب لما الجرانيلوزا سيلز دي تسكريت الزونة بيلوسيدا اللي هي الطبقة الرايقة دي اللي عبارة عن جلايكوبروتين، يبقى اسمها برايمري فوليك، مرحلة التانية. عد معايا، لما يتكون فيها ثيكا سيلز، ثيكا يعني خلايا جدار، خلاص ثيكا سيلز، يبقى نسميها بري انترال فوليك. بري انترام يعني قبل ما يبقى فيه مدخل، مدخل ده اللي هو الكافيتي. والثيكا سيلز نوعان يا اولاد، في ثيكا اكسترنا دي فايبروس تيشو ما بتطلعش اي هرمونات، وثيكا انترنا دي سيكريتوري اندوكراينال سيلز، هنسميه بري انترال. لما يكون كافيتي اهو بقى في مدخل، يبقى يسموها انترال فوليك، دي المرحله الرابعه. طب لما الكافيتي يكبر جدا ويزيح البويضه لوان بول، اصبح الفوليكل هنا اكشوالي فيسيكل، حويصله، فيسموها فيزيكولار فوليكل. يبقى فيزيكولار فوليكل لما يبقى فيه فيري لارج كافيتي ويزيح البويضه، تبقى محوطه بالكاميلس او اوفرس، خلاص. يبقى اذا اول مرحله اللي هي الفوليكولار ماتوريشن فيز هنتكلم عليها في 5 مراحل. الاول من اسمها فوليكولار ماتوريشن، يبقى كنترول بايه؟ فوليكولار، خليك ذكي، فوليكولار، يبقى كنترول بال فوليكل ستيميليتنج هرمون. مين دي؟ يبقى الفوليكولار ماتوريشن فيز كنترول، بشوف انا اعني ما اقوله، بالفوليكل ستيميليتنج هرمون مينلي، لكن تو ليس اكستنت باليوترينزنج هرمون، بس اساسا بالفوليكل ستيميليتنج هرمون. لان في الايرلي ستيجز بيبقى الفوليكل ستيميليتنج هرمون لوحده، في الليت ستيجز بيبقى الفوليكل ستيميليتنج هرمون مع اليوتينايزنج. يبقى بيبتدي بالفوليكل ستيميليتنج هرمون ونكمل مع اليوتينايزنج. ده دي سؤال ام اس كيو. يبقى الايرلي بالفوليكل ستيميليتنج، الليت فوليكل ستيميليتنج اند اليوتينايزنج. كم مرحله؟ قلنا 5 مراحل، يلا نعدهم. الاوفم هيحصل فيها حاجتين، الاوفم تزيد في السايز مرتين لثلاثه، والجرانيلوزا سيلز تو بروليفريت. لما يتكون زونا بيلوسيدا الطبقه الرايقه، خلاص، اللي هي جلايكوبروتين، نسميها برايمري فوليك. لما يتكون الجدار الثيكا سيلز اللي هو نوعان، اكسترنا اللي هي فايبرس تيشو ما بتطلعش حاجه، وانترنا اللي هي سكريتور اندوكراينال سيلز، نسميها بري انترال فوليك. لما يتكون كافيتي نسميها انترال، بقى في مدخل، خلاص دي بري انترال، انما دي انترال. لما الكافيتي يكبر تبقى فيزيكولار فوليك. يبقى تاني قولوهم انتوا انا سامعكم. يبقى الاول اوفم، وبعدين برايمري فوليكل مع الزونا بيلوسيدا، بري انترال مع الثيكا سيلز، انترال لما يحصل كافيتي، فيزيكولار لما الكافيتي يكبر ويزيح البويضه لوان بول. طيب
تعال نشوف بقى الهرمونات اللي بتطلع في هذه الحالة. اليوتينايزنج هرمون يشتغل على الثيكة انترنا، يحول الكوليسترول الى اندروجين. سبحان الله، مش ده نفس الوظيفة اللي كان بيعملها اليوتينايزنج في الميل؟ كان بيروح يشتغل على الانترستيشال سيلز اللي جنب السيمينيفرس تيبيولز، يحول الكوليسترول لاندروجين. وبعدين يجي الفوليكل ستيميليتنج هرمون يشتغل على الجرانيلوزا سيلز عن طريق الاروماتيز انزيم، يحول الاندروجين الى ايستروجين. ولا اكل ولا امل يا اولاد، قلتها في الخاص بالعبد الله. ربنا سبحان الله بيثبت قصة الخلق في التستيكل وفي الأوفرز، ان الاول بيتكون الميل ادم ثم يؤخذ منه حواء. فعشان نعمل ايستروجين في الفيميل الاول نعمل اندروجين. ازاي؟ اليوتينايزنج هرمون يشتغل على الثيكا انترنا سيلز اللي هي الجلاندولار سيلز السكيتري سيلز، يطلع منها الكوليسترول يحوله الى اندروجين. وبعدين يجي الفوليكل ستيميليتنج هرمون بالاروماتيز سيلز يحول اندروجين اللي هو يمثل ادم الى ايستروجين. يعني عشان نعمل ايستروجين لازم الاول نعمل اندروجين. دي ملحوظه لطيفه تاخد بالك منها، ملحوظه تانية خاصه بالعبد الله. تملي اليوتينايزنج هرمون كان بيشتغل على الخلايا اللي بره اللي هو الانترستيشال سيلز، وبعدين يجي الـ FSH يشتغل على الخلايا اللي جوه في الميل اللي هي كانت السيرتولي سيلز. يبقى اليوتينايزنج هرمون في الميل تأملات جميلة، يشتغل على الانترستيشال سيلز اللي بره يحول الكوليسترول لأندروجين، يبقى عملنا آدم. طب عاوزين حواء، يجي السيرتولي سيلز اللي جوه السيمينيفرس تيبيولز تحول الأندروجين إلى إيستروجين بيل أروماتيز إنزيم. تلاقي القصة سبحان الله بتتعاد هي. ليه؟ أنتوا بس اللي فاهمين. لان اصل الميل والفيميل حاجه واحده، الباي بوتنشال برايمورديال جوناد، الجوناد اللي كامن فيه الاثنين. فنفس الفكره، تلاقي هنا اليوتينايزنج هرمون بيشتغل على اللي بره الثيكه الجدار اللي بره الثيكه انترنا، يحول الكوليسترول الى اندروجين. وبعدين يجي الفوليكل ستيميليتنج هرمون يشتغل على السيلز اللي جوه اللي هي مين؟ الجرانيلوزا سيلز، بالاروماتيز انزيم يحول الاندروجين الى ايستروجين. فيوجد هنا تأملان. التأمل الأول أنه تملي الأندروجين الأول ثم الإيستروجين التي هي قصة الخلق، آدم ثم حواء. التأمل الثاني وخاص بالعبد الله برضو، أنه وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق، أن الفكرة واحدة، أن اليوتينايزنج يشتغل على اللي بره الثيكة انترنا يحول الكوليسترول إلى اندروجين، ثم يجي الاف اس اتش على اللي جوه يشتغل على الجرانيلوزا سيلز يحول الاندروجين الى ايستروجين. في حاله التسك اللي بره كان انترستيشال سيلز واللي جوه السيرتولي سيلز، في حاله الفيميل اللي بره هو الثيكا انترنا اللي بيشتغل عليها الكلازنج هرمون، ثم اللي جوه هو الجرانيلوزا سيلز. وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. واولا آدم أندروجين ثم ينتزع منه إيستروجين بالأروماتيز إنزيم. دي تأملات خاصة بالعبد الله، لكن غير أنها بتسهل بتؤكد حقيقة أهم، أنه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. ستيج 2 بقى، يبقى بعد ما بدأنا بعشر 15 فوليكل احنا عاوزين نختار الأحسن اللي هو مين بقى؟ جرافيوم فوليكل. فأفتر 1 ويك من السايكل، one follicle is chosen، هنختار فوليكل واحد بالبروجرام سيل ديث، واحد هيعيش والباقيين بقية العشر 15 هيموتوا بروجرام سيل ديث. تعال نشوف ازاي. يبقى في عندي دوميننت اللي هو السائل اللي هو الجرافيوم فوليكل، وفي اذر فوليكل. في الجرافيوم فوليكل الاندروجين اتحول الى ايستروجين. ليه؟ لانه الجرافيان فوليكل الدوميننت فوليكل عنده زياده في الفوليكل ستيميليتنج هرمون ريسبتورز، هاز انكريز نمبر اوف اف اس اتش ريسبتور، فالاف اس اتش يشتغل يحول الاندروجين الى ايستروجين. تمام، هذا الايستروجين بعد كده لما يزيد هيعمل عمل جميل قوي بالنيجاتيف فيدباك، هيقلل الاف اس اتش والال اتش. بينما الاذر فوليكلز اللي هتموت بيتحول فيها الاندروجين مش لايستروجين انما لهرمون ذكري اخر اللي هو الدايهيدروتستوستيرون،
بواسطة الفايف ألفا ريدكتيز، يعني بيحول هنا الأندروجين إلى إيستروجين، كان الأروماتيز أروماتيز، لكن اللي بيحول الأندروجين لهرمون ذكري آخر الديهيدروتستيرون اللي هو الفايف ألفا ريدكتيز اللي هينقص اليوتينايزنج ريسبتور. طيب خد بالك بقى، أنا هقولها لك، واحد يقول لي ما عندكش طريقة حلوة تحفظها لنا بيها؟ عندي طبعا طريقة لطيفة خالص. أنا بقول الفوليكلز، إحنا بنشتغل فين دلوقتي يا أولاد؟ في الأنثى. الفوليكل، افتح ودك حلو قوي قوي، الذي تأنث يعني أنتج إيستروجين هو الهرمون الأنثوي هو اللي كمل في الأنثى. إنها بقيت الفوليكل بقت لها خواص الذكورة بتطلع ديهيدروتستوستيرون، فعشان كده بقت ذكر واحنا مش عارف انثى، ماتت، حصل لها بروجرام سيل ديث. طب واحد يقول لي هي ماتت ازاي؟ انا اقول لك بطريقه لطيفه قوي قوي معايا. قلنا في سباق بين 10 فوليكلز كلهم بينموا بالجونادوتروبينز، فيهم واحد سبق اللي هو الدوميننت فوليكل طلع ايستروجين نقص الجونادوتروبينز، فاللي لسه جونادوتروبين ديبندنت ماتوا. يعني تاني في اول سايكل اللي هي ال 14 يوم الاولين كلهم بينموا بالجونادوتروبينز، المرحله الثانيه بيبقى جونادوتروبين اندبندنت مش محتاجينها قوي، فاللي سبق اللي هو الماتيور او الدوميننت او الجرافيان فوليكل قفل السكه على وراها. ازاي؟ طلع بخه جامده من الايستروجين نقصت الاف اس اتش والال اتش، فاللي لسه وراه اللي لسه ديبندنت على الجونادوتروبينز مفيش جونادوتروبينز، حصل لهم اتروفي. ده كيف تم اختيار وان فوليكل تو كومبليت ذا سايكل. هقولها تاني، الاختيار تم بطريقه لطيفه جدا، بروجرام سيل ديث، واحد قتل الباقيين اللي وراه. طب من اختير بطريقه جميله جدا؟ الذي تانث، الذي حول الايستروجين، الذي حول اسف الاندروجين بالفوليكل ستيميتنج هرمون بالاروماتيز انزيم الى ايستروجين، تانث حول الاندروجين الى ايستروجين بالاف اس اتش بالاروماتيز. الباقيين حولوا الاندروجين برضه بس لهرمون ذكري اخر مش الايستروجين، للداي هيدرو تستوستيرون باليوتينايزنج هرمون بالالفا ريدكتيز انزيم. دي نقط صعبه يا اولاد، عدتها مرارا عشان وانت تقدر تعيد في الفيديو مرارا. الفوليكل الذي تأنث هو الذي أكمل، اللي هو حول الأندروجين إلى إيستروجين الهرمون الأنثوي بواسطة مين؟ FSH أروماتيز إنزيم. بقية الفوليكلز، الفوليكل التي بقت لها خاص الذكورة لأنها حولت الأندروجين إلى إيه؟ ديهيدروتستوستيرون بإيه؟ بال LH والألفا ريدكتيز إنزيم. دي اللي هتموت. ازاي هتموت؟ ده بقى قصة تاني، ان لما اطلقنا اللي تأنث اللي هيكمل اطلق بخة جامدة من الايستروجين نقص الجونادوتروبينز، فبقيت الفوليكل اللي متأخرين لسه جونادوتروبين ديبندنت، حصل لهم اتروفي. دي النقطة التانية. النقطة التالتة الاوفيليشن، فيز التالتة اللي هو اهم حدث في الفيميل ريبروداكتيف سيستم، لانه مفيش اوفيليشن مفيش حمل، هنتكلم عليه في نقطه في نقطتين. النقطه الاولى الكوز، ايه سبب الاوفيليشن؟ انه قبل اليوم ال14 هو اهم يوم في الريبرودكتيف سيستم، الايستروجين نقص كان قبل كده جوناتروبينز، 2 دايز بيفور يومين قبل عشان قبل يوم ال 14 وده هنشرحه لاحقا. وخد بالك اصعب فيدباك ميكانيزم في كل الاندوكراين هو الخاص بالفيميري برودكتيف سيستم، ده مكتوب كده عنه في كل الكتب، ده موست كومبليكيتد فيدباك ايفر نون، بس مع العبد الله هنفهمه رغم تعقيده الشديد، بس افهم دلوقتي جزء جزء وفي الاخر اجمعها لك تجميعه رائعه لما نتكلم على الهرمون الكنترول. انه الايستروجين افتكرها 2 days before ovulation بيرتفع الليفل بتاعه جدا، بيحصل rising level، فهذا الرايزنج ليفل بيبقى مش ليه نيجاتيف فيدباك، بقى يتقلب سبحان الله
المفروض لما يعلى الجوناتروبينز تقل. لا، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن حفصال اجيال يعمل 2 سيرج، يعني زياده قويه 2 سيرج في ال اتش ال اتش ال اتش والاف اس اتش، وهم دول اللي بيفجروا الفوليكل ويعملوا الاوفيليشن. يبقى للاوائل لما يقول لك ايه سبب الاوفيليشن في كلمه سهله يقول لك اليوتيلايزنج هرمون، ده كلام ما يجيبش الاوائل، ده ما يطلعش اوائل. سبب الاوفيليشن الاتي 2 دايز بيفور اوفيليشن الايستروجين بيحصل له رايزنج ليفل، بيتزايد رايزنج مش كونستانت هاي ليفل، تزايد الايستروجين، تزايد رايزنج يعني استمراريه 2 دايز بيفور بيعمل 2 سيرج هم اللي بيعملوا اوفيليشن. مين الاهم؟ الليوتينايزنج هرمونز سيرج ثم الليوتينايزنج هرمون سيرج ثم الليوتينايزنج هرمون سيرج ثم الفوليكل استيميتنج هرمون سير، لان الليوتينايزنج هرمون بيزيد 6-10 مرات بينما الفوليكل استيميتنج واعدها مرارا مرتين لثلاثه. الاول ما معنى كلمه سيرج؟ ده تعبير في البورصه، لما الاسهم بتاعتي تزيد سعرها في البورصه يقولوا ريكروتمنت تزايد، لكن لما تزيد تبقى 6-10 تضعف ثمنها يسموا ده سيرج. سيرج يعني زياده رهيبه. يبقى اوعى تنسى ايه اي سبب الاوفيليشن؟ السيرج، الزياده الرهيبه في الجوناتروبينز. لمين اساسا؟ اليوترينزنج هرمون. زاد كم مره؟ 6-10 مرات. طب ونمره 2 الاف اس اتش زاد كم مره؟ 2-3 مرات. مين اللي زودهم؟ ان ربنا خلى الايستروجين سبحان الله بدل ما كان بيعمل نيجاتيف فيدباك 2 دايز بيفور بيحصل له رايزنج ليفل يعلى جدا، تتقلب من نيجاتيف الى بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، وده اهم بوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الهيومن بينجز بتاع البوم الاوفيليشن. يبقى الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور الاوفيليشن يعمل 2 سيرج ال ال اتش سيرج 6-10 مرات وده الاهم، ثم اف اس اتش سيرج مرتين لثلاثه وده الاقل اهميه وده اللي بيعمل اوفيليشن. انما الاقي زميل فاضل يقول لهم الاوفيليشن سببه ال ال اتش، ايه الكلام المسطح ده؟ ايه الكلام السوبرفيشال ده؟ وهوريك الخطا فيه ايه في المحاضره الجايه. انما نقول ال اتش كده في الاطلاق ده مش ده كلام غلط. يبقى ما سبب الاوفيليشن الاوائل؟ الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور يعمل 2 بيفور يعمل 2 بيفور يعمل 2 ال اتش سير 6-10 مرات يزيد والاف اس اتش يزيد من مرتين لثلاثه. تعال نشوف بقى نكمل. هذا ال ال اتش اللي هو زاد اكتر هيزود البروجستيرون وينقص الايستروجين، يزود البروجستيرون وينقص الايستروجين. طب تعال نشوف الميكانيزم ازاي بتحدث الحكايه دي بقى. يبقى هناخد ال ال اتش بذكائه زود اللي عاوزه معاه البروجستيرون، ازاي ده هيفجر الفوليكل؟ حاجه رائعه يا ولاد، شيء رائع، ان في نقطه في الفوليكل بتضعف اسمها ستيجما. ستيجما يعني نقطه، تعلمناها في الاستيجماتيزم. في نقطه بتضعف من جراء ايه؟ بتتاكل ببروتوليتيك انزيمز، وفي نفس الوقت البريشر جوه الكافيتي، البريشر جوه الكافيتي هنا اهو هيزيد. ازاي؟ من جراء ان البروستاجلاندينز اي واف بيزودوا عدد الفيسلز، والفيسل دي بتدايليت يحصلها فازودايليتيشن فترشح فلويد يحصلها ترانسوديشن. يبقى بص يا ولاد، في نقطه بتضعف ستيجما والبريشر بيزيد، نقطه بتضعف والبريشر بيزيد، نقطه بتضعف والبريشر بيزيد، بوم، هو ده الاوفيليشن اهم حدث. فتنطلق البويضه خارج الاوفري، وعشان كده كان ربنا حاططها في الكورتكس لتتلقفها اداب الفالوبيان تيوب كهديه غاليه، لان ده هو اللي هيعمل اغصاب وحمل، وبقيه الفوليكل يقعد جوه بقى هنشوف هيتحول لايه، الكوربس يوتيوم. ده الميكانيزم اوف اوفيليشن كما ينبغي انه يتقال، اللي هو اهم حدث في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، اهم حاجه في المحاضرات بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم في اليوم ال 14. ان تاني الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور يعمل 2 سيرج، ال اتش سيرج بقولها المره الخامسه كم مره؟ 6-10 مرات يزيد، عشان كده هو الاهم. ثم اف اس اتش سيرج يزيد مرتين لثلاثه، ال ال اتش سيرج يزود البروجسترون اللي هو عاوزه معاه ويقلل الايستروجين. فناخد بقى ال ال اتش والبروجسترون ازاي هيعملوا الميكانيزم اوفيليشن. نقطه بتضعف اللي هي ستيجما بروتوتيك انزايم،
نقطة بتضعف اللي هي استيجما بالبروتيوليتيك انزيم، والبريشر بيزيد جوه الكافيتي بالبروستاجلاندين اي او اف، يبقى نقطة بتضعف والبروستاجلاندين يزود. ازاي بيزود البريشر؟ بيعمل فازو دايلتيشن ويعمل نيو فيسلز، فيحصل رشح الفلويد، رشح الفلويد، فالبريشر يزيد وفي نقطة بتضعف، البريشر بيزيد وفي نقطة بتضعف، البريشر بيزيد نقطة بتضعف، بوم انفجار، فتطلع البويضة خارج الجريفيام فوليكل يتلقفها اهداف الفالوبيان تيوب، وبقية الجريفيام فوليكل هيقعد جوه يتحول في المرحلة الرابعة إلى يوتينايزنج هرمون الكوربس يوتيوم. ده الاوفيليشن كما ينبغي أن تفهم. ننتقل، وزي ما قلت لك الاوفيرين سايكل صعبة بس أحب أفهمها مظبوط. مش ممكن يا أولاد، هقولها تاني، هتفهم أمراض نساء أولادة من غير ما تفهم الفيميل ريبرودكتيف سيستم. بقولها البوست جراديوت لحضراتكم لو عايزين تتخصصوا نساء أولادة، احتفظ وتملي راجع محاضراتي في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ننتقل بقى اليوتيال فيز. احنا قلنا البويضة طارت بره وتلقفتها اهداف الفالوبيان تيوب، بقية الجرافيام فوليكل الجرانيلوزا والسيكا سيلز دلوقتي هتتحول لخلايا تانية اسمها اليوتين سيلز. طبعا بتأثير ايه هنا؟ بتأثير اليوتينايزنج هرمون، هو اسمه اليوتيال فيز، يبقى مينلي باليوتينايزنج هرمون بالعقل يعني. تحول اليوتين سيلز، كوباس لوتيا يعني الجسم الاصفر، اليوتين سيلز يعني خلايا صفراء. ليه بقى؟ لان بيترسب فيها ليبيد وده لونه اصفر، الليبيد ده، ومعاها اندوبلازميك ريتيكولم ومعاها بلاد فيسلز. يعني الجرانيلوزا والثيكا سيلز بتتحول اليوتين سيلز كنتيجه لترسيب الليبيد والاندوبلازميك ريتيكولم ووجود بلاد فيسل. ده ساعات بعض الفيسل دي ترابتشر فيسموها كوربس هيموراجيكا، اكتر في الانيمالز منه في الانسان. برضو كعادات يا اولاد، وبقولها للزملاء الازهر سنه، مش جاي اقرا معاكم، واحنا هنحفظ ان اليوتين سيلز ازاي تحولت الى الجرانيلوزا سيلز اليوتين سيلز. قلنا بالليبيد والاندوبلازميك ريتيكولم والبلاد فيسلز. اشمعنى التلاته دول؟ برضو العبد الله تامل الحكايه دي. هو الكوباس لوتيوم ده بيفرز ايه؟ طالب بيقول لي بيفرز اساسا ايستروجينز اند بروجسترون، وبرضو بيقول اساسا ان في حاجه ثالثه مهمه انهبين هنقولها حالا. طب الايستروجين والبروجسترون دول ايه يا اولاد؟ دول ستيرويد هرمونز. طب الاسترويدز علمتكم بيتعملوا منين؟ من الكوليسترول اللي هو ليبيد. عشان كده كان لازم اليوتين سيلز اللي هتطلع بروجسترون وايستروجين اللي هم ستيرويد هرمونز يبقى عندها ليبيد. طب وتصنيع الاستيرويدز بيحصل فين يا اولاد؟ في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، عشان كده كان لازم يبقى فيها اندوبلازميك ريتيكولم. والحاجات دي كلها هتيجي منين؟ هتجيبها من الهواء، من البلاد، يبقى لازم يزيد فيها البلاد فيسلز. شوف التامل، تبقى فاهم كيف تحولت الجرانيلوزا والثيكا سيلز اليوتين سيلز تحت تاثير مين؟ طبعا اليوتينايزنج هرمون، الهرمون المسفر اللي بيخلي لونها اصفر، مينلي بان ترسب فيها ليبيد اللي هي مصدر الكوليسترول اللي بيعمل ستيرويدز، اندوبلازميك ريتيكولم هو المصنع، سموث اندوبلازميك ريتيكولم هو اللي بيعمل ستيرويدز والبلاد فيسلز. طب النقطه الثانيه، الكوربس لوتيوم سيكريتس ثلاث هرمونات، ده سؤال مهم جدا. بروجستيرون برايمري، اساسا بروجستيرون، هو بيحب البروجستيرون، حتى كنا شفنا ان هو زوده معاه. بيصل البيك في نص اليوتيال فيز، اعلى ليفل البروجستيرون في نص اليوتيال فيز. طيب ده بيطلع منين؟ من الجرانيلوزا اليوتين سيلز. جرانيلوزا بعد ما بقت اليوتين سيلز يسموها جرانيلوزا اليوتين سيلز. طيب الاكشن بتاع هذا البروجسترون سنتري هينقص الاف اس اتش والال اتش عشان ينهي السايكل، هينقص الفوق الجونادوتروبينز، ولوكالي هيقلل الفوليكولار جروث. طيب تاني هرمون بيطلع الايستروجين، ده بيطلع منين؟ من الثيكا اليوتين سيل، الثيكا انترنال اللي بقت اليوتين سيلز فيسموها ثيكا اليوتين سيلز. والاكشن ده بيعمل اتي، بي زود البروجستيرون اكشن على الاندوميتريوم، يعني بيساعد البروجستيرون انه يعمل تغيرات اللي هنشوفها في الاندوميتريوم. ثالث هرمون بيطلع من الكوباس لوتيوم، اوعى تنساه، اسمه انهبين، وخدناه قبل كده، ده بينهبت الاف اس اتش والال اتش. فطبعا يعملوا لما الاف اس اتش والال اتش يقلوا، ايه الفيد بقى بتاع الكوربس لوتيوم؟
هيحصل له اتروفي، يتحول لحته فايبرس تيشو اسمها كوربس، كوربس البيكانز يعني الجسم، كوربس يعني جسم، البيكانز يعني الابيض. ده بيحدث بعد 10-14 يوم من الاوفيليشن اذا ما كانش الاوفم اخصبت. اما اذا الاوفم يا اولاد اخصبت فيجب ان احنا يقعد معانا هذا الكوربس يوتيوم يدينا ايستروجين بروجسترون لمده 3 اشهر تقريبا في الحمل لحد ما يتكون البلاسينتا. يعني الكوربس يوتيوم لو لم تخصب البويضه خلاص مش عاوزينه، هنعمل منستريشن. يبقى الكوربس يوتيوم يتحول لكوربس البيكانز بعد 10-14 يوم. لكن لو البويضه اخصبت لازم يستمر في اصدار الايستروجين بروجسترون لمده 2-3 لحد ما يتكون البلاسينتا. دي واحد من اصعب المواضيع في الطب اللي هو الاوفيريان سايكل، وزي ما قلت لان زي ما هشرح دلوقتي بالتفصيل اعقد فيدباك ميكانيزم في الاندوكراين مش في الريبرودكشن، في كل الاندوكراين. ما يزعلوش مني الفيميل، هو بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم. الفيميل يا اولاد معقده جدا، اقصد مش الفيميل نفسها، الريبرودكتيف سيستم. طيب انا مش هعيدها تاني، انما هقول لك الافكار الرئيسيه. الافكار الرئيسيه انك انت لما يجي لك سؤال اوفيريان سايكل اذا جه، وده قلما بيجي، تتكلم عليه 4+4 مقدمه من 4، ان من اسمها اوفيريان يبقى بتحدث في الاوفري. النقطه الثانيه الاوفري دي جوناد، يبقى تحت تاثير الجونادوتروبينز. النقطه الثالثه الايم اوفيليشن وتطلع ايستروجين اند بروجسترون. والرابعه انها 4 فيزز. طب الاربعه فيزز، اصعب فيز الفري كارماتوريشن اللي هتتكلم عليه في 5 نقط حددتهم لك جمال جدا. الاول هنبتدي بين 10-15 فوليكل، البويضات بتاعتهم هتزيد في السايز والجرانيولوزا سيلز هتبروليفريت. وبعدين لما يظهر زونا بيلوسيدا هنسميها برايمري فوليكل، المرحله الثانيه. لما يتكون جدار ثيكا سيلز من 2 layers من طبقتين نسميها لسه ما فيش كافيتي، بري انترال. لما يتكون كافيتي نسميها انترال. لما الكافيتي يكبر وتتحول الى حويصله نسميها فيزيكولار فوليك. ده الخمس مراحل. وهنا تشرح ازاي بيتكون الايستروجين. الفوليكل بيطلع اساسا ايستروجين، يعني في النص الاولاني من السايكل الفيميل بتطلع هرمون واحد اللي هو الايستروجين، لكن في النص الثاني زي ما هنشوف في اليوتيال فيز بتطلع ايستروجين اند بروجستيرون. هفصل الاجيال دي، اهم معلومه في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. اقولها تاني، في النص الاول اهي ما تنسى، هفصل الاجيال، في النصف الاول من منسترول سايكل الفيميل بتطلع 1 هرمون، الاول 1، النصف الثاني 2، النصف الاول ايستروجين، النصف الثاني ايستروجين اند بروجستيرون. دي اهم معلومه. لو هتقولي عاوز معلومه واحده في الفيميل ريبرودكتيف سيستم اللي قلتها دلوقتي وهقولها تاني، في النصف الاول قبل الاوفيليشن بتطلع في النصف الاول 1، تطلع 1 ايستروجين، في النصف الثاني تطلع ايستروجين والاهم البروجسترون، يبقى الثاني 2 والاولاني 1. دي اهم معلومه. ازاي اتعمل الايستروجين في النصف الاولاني؟ قلنا تقدر تعمل انثى على طول، ربنا بيحدثنا عن قصه الخلق، تعمل اندروجين ثم ينتزع منه الايستروجين، تعمل ادم ثم ينتزع منه حواء. فيجي زي ما قلنا يا اولاد اليوتينايزنج هرمون اشتغل على الكوليسترول حوله الاندروجين، ده فين؟ ده في الثيكا انترنا سيلز. بعد كده يجي الفوليكل ستيمليتنج هرمون يحول الاندروجين الى الايستروجين بالاروماتيز انزيم، ده فين؟ ده في الجرانيلوزا سيلز. ثم بعد كده هتتكلم الجرافيوم فوليك، ازاي اخترنا من 10-15 واحد بالبروجرام سيل ديس؟ اخترنا واحد اللي هو الدوميننت جرافيوم فوليك اللي هو تأنث، قلتها يعني بطريقه جميله، اللي هو حول الاندروجين الى ايستروجين بالاف اس اتش بالاروماتيز انزيم. اما اللي تذكروا الاذر فوليكلز اللي بقوا اكثر ذكوره، غلطوا، حولوا الاندروجين بالفايف الفا ريدكتيز الى هرمون ذكري اخر الداي هيدروتستيرون، مور اكتف حتى عن الاندروجين داي هيدروتستيرون بالفايف الفا ريدكتيز بالاتنايزنج هرمون. طيب ازاي بقى دول ماتوا؟ ان اللي سبق اللي هو الدوميننت او جرافيوم فوليكل قفل عليهم السكه، هو ما بقاش جونادوتروبين ديبندنت، فادى بخم الايستروجين قللت الجونادوتروبينز،
هو مش ديبندنت على الجونادوتروبين، هم لسه ديبندنت على الجونادوتروبين، فحصل لهم اتروفي لانهم متاخرين وراه اتروفي باذر فوليكلز بين جونادوتروبين ديبندنت. يبقى اتكلمنا في الجرافيان فوليكل عن نقطتين، الدومينانت فوليكل والاذر فوليكلز، ثم الاوفيليشن نقطتين، الكوز الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور بيعمل 2 سيرجز مش عايدها تاني. والميكانيزم النقطه الثانيه هتقول انه في نقطه بتضعف اللي هي الاستيجما بروتيك انزيمز، والبريشر في الكافيتي بيزيد من جراء البروستاجلاندينز، وفهمنا ازاي. ثم النقطه الثالثه اللي هو ثم الفيز الرابعه اللي هو اليوتيال فيز، هنتكلم فيه في ثلاث نقط، ازاي بيتحول الجرانيولوزا والسيكا سيلز اليوتين سيلز. انتوا بس اللي فاهمين ليه حطينا ليبيد واندوبلازميك ريتيكولم وبلاد فيسلز، ثم الهرمونات اللي بيطلعها الكوربس لوتيوم، بروجسترون ثم بروجسترون ثم بروجسترون ثم ايستروجين ومعاهم انهبين، ثم الفيت ديبندز هل اوفن فيرتلايزد ولا نوت فيرتلايزد. نوت فيرتلايزد يبقى مش عاوزينه، بعد 10 ل 14 يوم يتحول الى كوربس البيكانز الجسم الابيض حته فايبروس تيشو. اما لو فيرتلايزد وحصل بريجنسي هيقعد معانا 3 شهور. ده الاوفيريان سايكل. ننتقل للاهم وهو اليوتراين سايكل. اليوتراين سايكل ليها كذا اسم، يوتراين سايكل لانها بتحدث في اليوترس، على وجه التحديد في الاندوميتريوم بيسموها اندوميتريوم سايكل، لان اليوترس ده عباره عن اندوميتريوم ومايوميتريوم، هو بيحدث في الاندوميتر بيسموها اندوميتريال سايكل او منسترال سايكل اللي معاها منسترويشن. اسمع المعلومه دي مهمه جدا يا اولاد، اليوتراين سايكل سيكندري اند سينكرونس تو اوفيريان سايكل. يعني ايه؟ يعني ايه سيكندري؟ يعني ان لم تحدث الاوفيريان سايكل فلن تحدث اليوتراين سايكل. ده معنى كلمه سيكندري. سينكرونس يعني متطابقه ماشيه معاها. يبقى اهم كلمه تقولها في اليوتراين سايكل الكلمتين دول، الاثنين اس دول، انها سيكندري اند سينكرونس. سيكندري تو اوفيريان سايكل يعني لم تحدث الاوفيريان فلم يحدث اليوتراين، وسينكرونس مطابقه، وبالتالي الطالب ذكي، يبقى هي معتمده على الاوفيريان سايكل، يبقى اندر دي كنترول هنا بقى اوف اوفيريان هرمونز اللي هم ايستروجين اند بروجستيرون. شفت جبناها ازاي؟ الاوفيريان من اسمها اوفيريان يبقى جناد، يبقى تحت تاثير الجوناتروبينز، انما احنا قلنا اليوتراين تحت تاثير الاوفيريان سايكل، سكندري تو اوفيريان سايكل، يبقى تحت تاثير الاوفيريان هرمونز ايستروجين اند بروجستيرون. دي بقى لان ده اشهر سؤال في الفسيولوجي وفي امراض نساء ولاده، فهوليه برغم ان اهتميت جدا بالاوفيريان ههتم اكتر بال يوتراين او المينسترال او الاندوكراينال اندوميتريال، اسف، يوتراين او مينسترال او اندوميتريال سايكل. 3 فيزز يا اولاد، كل فيز هتكلم عليه في 3 نقاط. حلوه؟ 3 في 3، 3 فيزز كل فيز 3 نقاط. الاول في 2 فيزز منهم بيحدثا قبل الاوفيليشن، بري اوفيلاتوري، اللي هم الديجنريتيف فيز او المينستريشن اللي هو الدوره الشهريه، ثم البروليفيراتيف فيز، ولانه تحت تاثير الايستروجين فبيسموه ايستروجين فيز، وفيز واحده من الثلاثه بتحدث بعد الاوفيليشن فيسموها بوست اوفيلاتوري فيز، بيبقى فيها سكريشن فيسموها سكريتوري او ليوتيال فيز، عشان بيبقى فيها كوربس ليوتيوم في الاوفري فيسموها ليوتيال فيز، ودي لانها اندر دي كنترول اوف بروجسترون اساسا فيسموها بروجسترون فيز. يبقى تاني 3 فيزز هنتكلم على كل واحد 3 نقط. الاول نقول في 2 فيزز قبل الاوفيليشن و1 فيز بعد الاوفيليشن. مين اللي بري اوفيلاتوري؟ 2، الديجنريتيف والبروليفيراتيف. مين اللي بعد الاوفيليشن بوست اوفيلاتوري؟ السكريتوري فيز اللي هو البروجسترون فيز اللي هو اليوتيال فيز. طيب هقولها لك بقى بطريقه جميله، بدل ما نشرح 3 نقط في كل واحده لا نعمل مقارنه جميله. يبقى من حيث الديوريشن او نقطة في التلاتة، المينسترال فيز او الديجنتيف فيز بتقعد 3 لـ5 ايام، الدورة بتقعد على البنت حوالي من 3 لـ5 ايام. طب البروليفراتيف من 5 لـ14، ما هو اهم يوم قلنا هو اليوم الـ14 بتاع الاوفيليشن، ودي بري اوفيلاتوري 5 لـ14.
طب السكريتوري من 14 لنهاية السايكل اللي هي 28، لأن احنا عارفين التو سايكلز بياخدوا اليونر مانث، شهر قمري مش شهر ميلادي، اليونر تو يعني في كل فيميل بيحدث تو مين سيكشوال سايكلز، بياخدوا شهر قمري. فيبقى الديوريشن المينستريشن 3 ل 5 ايام، البروليفيراتيف 5 ل 14، السكريتوري هتبقى 14 ل 28. سهله دي؟ طيب نيجي الكنترول. كنترول هو ليه حصل منستريشن؟ لان قلت ان الاندوميتريوم بينمو معتمد على الاوفيريان هرمون اللي هما الايستروجين بروجسترون. فلما يحصل سادن ويزدرول الايستروجين بروجسترون، الايستروجين بروجسترون يقل فجاه، الاندوميتريوم اللي معتمد عليهم يقع فيحصل منستريشن. ثم البروليفيراتيف فيز تعتمد على الايستروجين بس، عشان كده سموها ايستروجين فيز، ايستروجين بس. ثم السكريتوري فيز بتعتمد على الايستروجين والبروجسترون، مينلي بروجسترون. هفصلها جال بطريقه حلوه قوي. يبقى شوف بقى الكنترول بقولها بطريقه متميزه، 0 1 2. ليه حصل منستريشن؟ ليه وقع الاندوميتريوم؟ مفيش هرمون خالص، زيرو، صدر ويزدرول الايستروجين بروجسترون. طب بعد كده ايستروجين بس، ده اللي هو في البروليفيراتيف فيز، ثم بعد كده ايستروجين اند بروجستيرون. يبقى حلو، الكنترول لا يمكن تنساه مع حيد. يبقى 0 1 2، المنستريشن سببها اختفاء الايستروجين بروجسترون، سادن ويزدرول ايستروجين بروجسترون، ثم البروليفيراتيف ايستروجين بس، ثم السكريتوري ايستروجين اند بروجستيرون. يبقى اتكلمنا على ال ديوريشن وكنترول. نيجي بعد كده يا اولاد للتشينجز. شوف جمال التقسيمه، التشينجز النقطه الثالثه كل واحده فيها ثلاث حاجات. ازاي حصل منستريشن؟ تعال نشوف طريقه جميله خالص. ثلاث مرات، الاول حصل فازو كونستريكشن للسبايرال ارتيز، موت الاندوميتريوم، حصل اسكيميا الاندوميتريوم فمات. بعدين حصل فازو دايلتيشن فطلع جاشو بلاد غسل نسيج الميت. طب تالت مرحله عشان ما يحصلش نزيف والست تموت يرجع يحصل تاني فازو كونستريكشن. يبقى المنستريشن تشينجز ثلاثه فازو، فازو كونستريكشن موت الاندوميتريوم، فازو دايلتيشن غسل النسيج الميت ونزله، ثم فازو كونستريكشن ستوب بليدنج. يبقى ثلاثه وزاز قوي قوي تفتكرها الميكانيزم اوف منستريشن. يبقى تاني هنقولها يا اولاد، يبقى الاتي، فازو كونستريكشن، فازو سباز بسبب البروستاجلاندينز، يعمل اسكيميا ونيكروزيس، اسكيميا يعني نقص في الدم وموت في الاندوميتريوم، ثم يحصل فازو دايلتيشن ببروستاجلاندين اخر فيعمل شيدنج، ثم فازو سباز عشان خاطر يوقف النزيف تحت، فازو سبازم اخر عشان يستوب بليدنج. طب ايه الحاجات اللي نزلت بقى اللي شدد؟ انا بقولها بطريقه جميله خالص، في حاجات جايه من اليوترس وحاجات جايه من السيرفكس وحاجات من الفاجينا بالترتيب. ايه اللي جاي من اليوترس؟ قلنا نزل طبعا الشيدنج لحوالي 70 ل 100 سنتي ديسشارج. نيجي الحاجات اللي جايه من اليوترس اللي هي النيكروتيك اندوميتريوم، الاندوميتريوم اللي مات، الفانكشن لير، لان هنعرف الاندوميتريوم ده تو لايرز، اللي بتقع بس هي السوبرفيشال لير فانكشن لير، معاها الدم اللي هو اللي غسل، بس هذا الدم يتميز بحاجه رائعه انه انكلوتد بلاد، غير قابل للتجلط، لانه تخيل لو اتجلط يبقى ممكن يسد عنق الرحم وتبقى مصيبه، نسيج ميت واتقفل عليه الدم، قفل عنق الرحم انه اتجلط، فربنا حط في هذا الدم بلازمين يسيح اي جلطه، عشان كده بيبقى unclotted blood. ممكن يتجلط بره بعد ما يخرج مفيش مشكله، بس ما يتجلطش جوه، وهذا الدم معظمه arterial. طب ايه نزل تاني؟ نزل unfertilized ovum، الاوفم اللي ما حصلهاش fertilization، وشويه بكتيريا طبعا، لان في وسط يسمح بالبكتيريا، وعشان البكتيريا ما تموش قوي معاهم شويه white blood cells. طيب السيرفكس جه منه ايه بقى؟ السيرفكس جه منه ميوكس. طب الفاجينا جه منها شويه ايبيثيليا، يبقى اوعى تنسى،
يبقى المنستريشن حوالي بنقول 70 ل 100 سنتي. ازاي تفتكرهم؟ حاجات من اليوترس، حاجات من السيرفكس، حاجات من الفاجينا. من اليوترس النيكروتيك اندوميتريوم واللي غسلوا البلاد، يبقى فيه بلاد بس غير قابل للتجلط عشان فيه بلازمين يتجلط بره، وبعدين معاه الاوفم اللي هي نوت فيرتلايزد، وبعدين معاه شويه بكتيريا عشان طبعا كان في نسيج مائي بيسمع بكتيريا، وعشان البكتيريا لا ترتع معاهم شويه وايت بلاد سيلز. يبقى خمس حاجات اهم من اليوترس: النيكروتيك اندوميتريوم، انكلوتد بلاد، الانفيرتلايزد اوفم، بكتيريا، وايت بلاد سيلز. خدوا في سكتهم هم نازلين من السيرفكس ميوكس، خدوا في سكتهم هم نازلين من الفاجينا ابيثيليوم. يبقى ده التشينجز اللي حصلت في المنستريشن. ثلاثة، فازو سباز ثم فازو دايلتيشن. فازو سباز يموت ثم فازو دايلتيشن يعمل شيدنج، يغسل يشيل يخلع نسيج الميت، ثم فازو سباز عشان خاطر بعد كده ستوب بليدنج. طيب نيجي تاني فيز يا اولاد اللي هو البروليفراتيف فيز. بروليفراتيف فيز انا هستغلها استغلال جميل قوي، هتكلم فيها في ثلاث نقط. هتكلم على الاندوميتريال ستروما والابيثيليوم، ثم الاندوميتريال جلاند، ثم البلاد فيسلز. وانا هقول لك جمله حلوه قوي، هو الفيز ده اسمه ايه؟ بروليفراتيف فيز. فهقول الاندوميتريال ستروما حصل لها بروليفريشن، مش هو بروليفراتيف فيز، يبقى بروليفريشن ليصل الثيكنس بتاعه 3-4 ملي متر في وقت الاوفيليشن. طب والاندوكراينال جلاندز حصل لها بروليفريشن، بس مين اهم كلمه هنا؟ مينيمال سكريشن. سكريشن هيبتدي في السكريتوري فيز. ثم البلاد فيسلز بروليفريشن، وبتبقى ريتش ان اميونوجلوبولينز اند وايت بلاد سيلز. فهمنا ليه؟ عشان تجارد اجينست انفكشن. يبقى حلوه جدا يا اولاد. يبقى البروليفراتيف فيز حصل فيها ايه يا اولاد؟ طريقه جميله قوي. ثلاثه، proliferation of endometrial stroma and epithelium, proliferation of endometrial glands, proliferation of blood vessels اللي هم rich in immunoglobulins and white blood cells. واهم كلمه ان glands فيها minimal secretion. تقل المرحله الثالثه اللي هي secretory phase او luteal phase اللي هي بتحصل post ovulatory. شوف كم اسم، او secretory، والفوق في الاوفري في corpus luteum فسموها luteal phase، وبتعتمد على الايستروجين بروجسترون برايمرلي فسموها بروجستيرون فيز. طيب هنا بقى الاندوميتريال ستروما اند ابيثيليوم يتحط فيها ليبيد اند جلايكوجين ديبوزيتس، ويصل السيكنس بتاعها بدل ما كان 3-4 يبقى 5-6 ملم ثيك عند اليوم اللي هو ال 28. طب نيجي الجلانز بقى، هتزيد في التورتوجيسي يعني تورتشوس يعني اكثر تعرضا، تبقى كويل، يبقى شكلها حتى اللي هنا الجلاندز بتبقى هنشوف زي البلاد فيسل بتبقى متعرجه جدا. واهم حاجه بمليون جنيه، فيلد ويد سكريشن اللي هو ميوكس مليان، عشان كده سموا دي سكريتوري فيز. يبقى ليه سموها سكريتوري فيز؟ عشان الجلاندز فيلد ويد سكريشن، وعشان الاندوميتريال ستروما وابيثيليوم اتملت ليبيد وجلايكوجين. طب والسبايرال ارتز هتبقى مور تورتشوس اكثر تعربا، بتبقى شكلها كورك يعني فله سكرو اللي هو الحديده الالواز اللي بتفتح الفل، فتحت الفل يسموها كورك سكرو، فشكلها زي فتحت الفل بتاع الازايز كورك سكرو. طالب بيقول لي برضو ما عندكش تامل جميل يخلينا نفتكر؟ عندي دائما ابدا. السكريتوري فيز بيحدث بعد الاوفيليشن صح؟ يعني دلوقتي حصل اوفيليشن، احنا ايه غايه الاوفيريان سايكل والمينسترال سايكل؟ الاوفم دي تخصب ويبقى عندنا جنين. طب الجنين ده لما هيزرع في الاندوميتريوم بتاعت اليوترس مش عاوز ياكل، يعني هيتغذى ازاي ويكبر ازاي؟ عاوز ياكل. فعشان كده بقول ان السكريتوري فيز ربنا بيعد مواد غذائيه لهذا الجنين. طب ممكن تفكر معايا باسلوب لطيف عشان تفهم ان هو وراء الخلق خالق. المواد الاورجانيك الغذائيه الثلاثه هم ليبيد وكربوهيدرات وبروتين، فالاندوميتريال ستروما اتحط فيها الليبيد وكربوهيدرات اللي هو جلايكوجين، يبقى دي الليبيد والجلايكوجين. طب ناقص البروتين،
الاندوميتريوم جلاندز بقت فيلد ويث سكريشن اللي قلت ان هو عباره عن ميوكس، ميوكس وبروتين. ايه الروعه دي، ايه العظمه دي. يبقى فكره السكريتوري فيز التي تحدث عقب الاوفيليشن، خلاص البويضه انطلقت من الاوفري وبعد قليل عبر الانفلوبيان تيوب هتوصل لليوترس. يبقى لازم اليوترس الاندوميتريوم يبقى في حاله استعداد، عنده غذاء، عشان لو الاوفم دي تم اخصابها يعني بيها ويكبرها كجنين. فكانت هذه هي سبب التغيرات، امتلاء الاندوميتريال ستروما بليبيد وكربوهيدرات اللي هو جلايكوجين ديبوزيت، امتلاء الجلانس فاضل لي بروتين بالميوكس اللي هو بروتين، وعشان كده يسموها سكريتوري فيز فيلد ويث سكريشن. وبعدين قلنا السبايرال ارتز بتبقى اكثر تعرضا، مور تورتشس اند سكرو. تاني بقى يا اولاد طريقه رائعه، وعاوز كل واحد بوست جراديويت بيتقدم لدبلوم امراض او ماستر امراض نساء وكل طالب، ده اهم حاجه في اليوتراين سايكل واولتها اهتمام بالغ. 3 فيزز، كل فيز هتكلم عليه في 3 نقط، ديوريشن نمره 1، كنترول نمره 2، تشينجز نمره 3، ونمره 3 التشينجز نمره 3 في كل فيز هتنقسم الى 3، ما يجيش تنظيم اروع من كده. نبتدي اسماء الفيزز. 2 فيزز يحدثا قبل الاوفيليشن، بري اوفيلاتوري اللي هو المينستريشن او الديجنتيف فيز اللي وقع فيها الاندوميتر، ثم نبتدي سايكل جديده بروليفيراتيف فيز، ولانها تحت تاثير الايستروجين فسميناها ايستروجين فيز. وان فيز بس هي اللي بعد الاوفيليشن، بعد يوم ال 14 هو اهم يوم اللي هو البوست اوفيلاتوري فيز. وقلنا بنستعد بقى، الاوفم خلاص انطلقت وجايه لينا عن طريق الفالوبيان تيوب، هتوصل بعد شويه، بنستعد لها سكريتوري فيز، وده اساسا تحت تاثير البروجستيرون فسموه بروجستيرون فيز. طيب هقولها تاني في عجاله بقى، ملخص اهو. الديوريشن الثلاثه مع بعض، المينستريشن 3 ل 5 ايام، البروليفيراتيف 5 ل 14، السكريتوري 14 ل 28. طب الكنترول طريقه جميله خالص، 0 1 2. قلنا الاندوميتريوم بيعتمد على الاوفيريان هرمونز، مفيش اوفيريان هرمون زيرو يبقى يقع، سادن ويزدرول اوف ايسترو اند بروجسترون، ده الزيرو. يبقى ما سبب المنستريشن؟ اختفاء الايسترو اند بروجسترون، سادن ويزدرول ايسترو اند بروجسترون، زيرو، مفيش ولا هرمون، يبقى وهو بينمو بالهرمونز يبقى يقع. بروليفيراتيف فيز 1 ايستروجين بس، سكريتوري فيز ايسترو اند بروجسترون. وقلت مفيش معلومه في السايكل اهم من ان في النصف الاول قبل الاوفيليشن في هرمون واحد هو الايستروجين، في النصف الثاني في 2 هرمون ايسترو اند بروجسترون. دي اهم معلومه على الاطلاق، لازم يعرفها كل بري اندر جراديويت اند بوست جراديويت. يبقى كنترول 0 1 2، طريقه هايله. ايه سبب المنستريشن؟ 0 سادن ويزدرول اوف ايسترو اند بروجسترون، مفيش هرمونز. بروليفيراتيف 1 ايستروجين، سكريتوري ايسترو اند بروجسترون. ثم نيجي بعد كده التشينجز في المينسترال فيز، 3 نقاط. هتقول اول حصل فازو كونستريكشن يموت، فازو دايليتيشن يجش يعمل شيدنج، جش بلاد يعمل شيدنج يشيل النكروتيك اندوميتريوم اللي مات، ثم فازو سبازم بعد كده عشان تو ستوب البليدنج، تو ستوب البليدنج اهي. يبقى فازو سباز، فازو دايليتيشن، وبعدين فازو سباز. وايه بقى الحاجات اللي بتقع؟ قلت لك بطريقه حلوه، 5 حاجات جايه من اليوترس، ثم ميوكس من السيرفكس، ثم ابيثيليال سيلز من الفاجينا. طب نيجي البروليفيراتيف فيز 3، قلت بروليفريشن للاندوميتريوم ستروما اند ابيثيليوم، بروليفريشن للاندوميتريال جلاندز، بروليفريشن للبلاد فيسل اللي اسمها بروليفيراتيف فيز. الاندوميتريوم ستروما يحصلها بروليفريشن وتصل 3-4 ملم ثيك ات اوفيليشن، الاندوميتريال جلاندز بروليفريشن، بس اهم كلمه فين؟ مفيش سكريشن هنا لسه، البويضه لم تنطلق، مينيمال سكريشن، البلاد فيسل بروليفريت وريتش ان ايميونوجلوبينز اند وايت بلاد سيلز. اما السكريتوري فيز الواحد فاهم دي بعد الاوفيليشن، يعني حصل في الاوفري اوفيليشن، هتوصل الاوفم دي عن طريق الفالوبيان تيوب بعد شويه اليوترس، فبنستعد لها، ممكن تخصب ويبقى في جنين عاوز اكل عشان ينمو، ونيد ليبيد كربوهيدرات اند بروتين. فالاندوميتريوم ستروما اند ابثيليوم نحط فيها الليبيد والكربوهيدرات اللي هو الجلايكوجين، والتكنس يزيد من 3-4 الى 5-6 ملي متر. الجلانز تبقى تورشس، واهم كلمه مليون جنيه فيلد ويل سكريشن، سكريشن خلاص اللي هو ميوكس اللي هو البروتين،
وبعدين blood vessels تبقى more tortuous وشكلها corkscrew in appearance. تكتب هذا الكلام لو في حاجة فوق الفول مارك هيدوها لك. لل MSQ احنا الاندوميتريوم تو لايرز يا اولاد دي ما تكتبهاش دي تعرفها لنفسك انه في سوبرفيشال او فانكشن لاير هي اللي بيحصل فيها المينسترال سايكل وديب اور بيزال لاير. سوبرفيشال لاير دي بتشمل اوتر تو ثيردز وهي اللي بيحصل فيها امبلانتيشن اوف بلاستوسيست اللي هو الكيس المكون للجنين. بلاست يعني بيكون وسيست يعني هو السيره المكونه وهو ده اللي بيبروليفريت ويحصل له شيدنج مع المنسترويشن وسبلايد بالسبايرال تورشس ارتس. انما الديب لاير دي لا دي ما بتقعش دي الانر ثيرد مهمتها ايه بتريجنريت الاندوميتريوم اللي وقع. السوبرفيشال لايرز اللي بتقع مين بتتكون منين من الديب بيز لاير. سوبرفيشال فانكشن لاير اللي بتقع بتتكون من الديب بيز لاير اللي هي 1 ثيرد داز نوت شيد اوف دي ما بتقعش وبعدين سبلايد بالشورت ستريت ارتس. شورت ستريت ارتس ساعات في عمليه كحت طبيب غبي يكحت الاندوميتريوم كويس قوي بتاع اليوترس يكحت الديب لاير ست عمرها ما هتخلف لان خلاص مفيش الديب لاير اللي بيتعمل منها السوبرفيشال لاير اللي بيتعمل منها اليوتراين او منسترال سايكل. دي اليوتراين سايكل. ولا تنسى المعلومه الاهم هي موجوده قصادك ان في النصف الاول في ايستروجين فقط في النصف الثاني في ايستروجين اند بروجستيرون اللي هو بيسموه سكريتوري فيز. عشان كده اقولها لك برضو معلومه الام اس كيو مهمه جدا. لو فحصت الاندوميتريوم عينه من الجدار الداخلي للرحم تحت الميكروسكوب ولقيت جلانس فيلد والسكريشن يبقى ده 100% الست دي عندها سكريتوري فيز يبقى 100% عندها بروجستيرون. وهنشوف اهميه الحكايه دي بعد كده. إذا شور ساين اوف بروجستيرون الست دي عندها اوفيليشن وعندها بروجستيرون. لنفكر يبقى وجود جلاندز فيلد والسكريشن يعني ان في اوفيليشن. ما هو اهم حدث يا اولاد في الفيميل ريبرودكتيف سيستم؟ البوم الاوفيليشن. ان يحصل بوم اوفيليشن. طب ازاي نعرف ان في اوفيليشن؟ ما لو حصل اوفيليشن هيتكون في اليوترس كوربس لوتيا. طبعا ما الكوربس لوتيوم عمره ما هيتكون غير بعد الاوفيليشن وهذا الكوربس لوتيوم هيطلع بروجستيرون وايستروجين. مين الجديد؟ البروجسترون. الايستروجين موجود من الاول. كيف نتحقق من ذلك؟ ان البروجسترون ده بيخلي الجلانز فيلد والسكريشن. يبقى نعكسها لو تحت الميكروسكوب لقيت جلانز فيلد والسكريشن يبقى 100% في بروجسترون. يبقى 100% البروجسترون ده طالع من الكوربس لوتيوم لانه عمره ما يطلع غير من الكوربس لوتيوم ولا يمكن هيكون في كوربس لوتيوم. كوربس لوتيوم اللي اذا حصل اوفيليشن يبقى ده شور ساين ان الست دي بيحصل لها اوفيليشن وعليه ممكن تحمل. ممكن ما بقولش 100% انما ست ما عندهاش اوفيليشن لا يمكن تبقى حامل اللي هي هناخدها اسمها انوفيلاتوري سايكل. يبقى ات ذا موست شور ساين لاهم حدث في الفيميل وهو الاوفيليشن هو جلانس فيلد ويث سكريشن ميوكس لان ده معناها في بروجسترون معناها في الاوفري في كوربس يوتيوم معناها حصل اوفيليشن. نيجي اللوحه ما قبل الاخيره. دول هياخدوا وقت قليل يا اولاد قوي. خلصنا الجزء الصعب نيجي للجزء الاسهل نشوفهم مع بعض. الاول ده كيرف مهم جدا احبكم تبقوا عارفينه بتاع الايستروجين بروجستيرون. لما يقول لك ارسم ساعات حتى في الشفه يقول لك ارسم لي الكيرف بتاع البروجستيرون باللون الاحمر الايستروجين باللون الاحمر والبروجسترون باللون الازرق. هتحط خطين يعني لازم تحط خطين على الصفحه ليها طريقه. حتى في الناس اللي بتمتحن في الشهادات الانجليزيه والمعادلات وحاجات زي كده تحط خط في النص يمثل 100 سايكل واهم حدث لهم ال 14 اوفيليشن. ثم اليوتيال فيز النص الثاني هتقسمه نصين اللي هو الميد يوتيال فيز. يبقى خطين. الخط ده الاهم اللي بيقسم السايكل لبري اوفيلاتوري وبوست اوفيلاتوري. 100 سايكل اللي هم 14 اوفيليشن ثم البوست اوفيلاتوري في ميد يوتيال فيز نص اليوتيال. قلنا ايه اهم معلومه يا اولاد؟ ان الايستروجين بيطلع مرتين مره في النص الاول ومره في النص الثاني مع البروجسترون. في النصف الاول في ايستروجين النصف الثاني
استروجين باللون الاحمر اند بروجستيرون. فالاستروجين ترسم لي جمل بسنمين، ادي السنم الاول وادي السنم الثاني. للاوائل، للاوائل الفيرست بيك اوف استروجين ما ترسمهاش مع الاوفيليشن، انا قلت 2 دايز بيفور اوفيليشن، جاست بيفور اوفيليشن بيوصل بيك، لان 2 دايز بيفور اوفيليشن بيبقى فيه رايزنج ليفل رهيب، ده اللي بيعمل السيرج الاوفيليشن. يبقى اول بيك جاست بيفور اوفيليشن في اليوم ال 13 اتس اوكي، بس مش ال 14 اهي. السكند بيك بتبقى في نص اليوتيال فيز لما يطلع من الكوباس لوتيوم. اوعى تنسى للاوائل السكند بيك اوف ايستروجين سمولر، حتى الاس مع الاس، السكند بيك السنم الثاني اصغر من الاولاني. يبقى ده الكيرف بتاع الايستروجين. يبقى الايستروجين ترسم له جمل بسنمين. هيقول لك فين السنم الاول؟ تقول له مش مع الاوفيليشن، جاست بيفور اوفيليشن في اليوم ال 13 بري اوفيليتوري، السنم الثاني في الميد يوتيال فيز. طب نيجي البروجسترون بيطلع في النص الثاني بس، ما احنا قلنا في النص الاولاني في ايستروجين اساسا، في هرمون واحد، نصف الاول واحد، الاول واحد ايستروجين، الثاني اثنين ايستروجين اند بروجسترون. فالبروجسترون جمل بسنم واحد بس في الميد يوتيال فيز، في الميد يوتيال فيز. للاوائل بيضيف حته ان قبل الاوفيليشن اليوتيلايزنج هرمون زود البروجسترون شويه معاه عشان ده اللي بيساعد عمليه الاوفيليشن. يبقى الاوائل قوي يعني. يبقى كلام بسيط، نبتدي بالابسط فالاعقد. الايستروجين بيطلع مرتين جمل بسنمين، البروجسترون بيطلع مره واحده جمل بسنم واحد. السنم الاول في الايستروجين جاست بيفور اوفيليشن في اليوم ال 13، السنم الثاني بيبقى سمولر وفي الميد يوتيال، سمولر وفي الميد يوتيال، اما البروجسترون سنم واحد في الميد يوتيال. طب للاوائل بيزيد زياده طفيفه قبل الاوفيليشن اللي زودوا الاوتنايزنج هرمون. ده الاوائل اللي هم فاهمينه البوست جراديوت، الكلام ده عرفوه كويس قوي، لو ما عرفوش مع العبد الله صعب يعرفوه. نيجي بقى البناء، دول بيتحكموا، ده الاوفيرين هرمونز اللي فوق، دول اللي تحكموا في المينسترال سايكل. نيجي الجوناتروبينز اللي بيتحكموا في الاوفيريان سايكل. اهم حاجه فيهم السيرج يا اولاد. مين السيرج الاهم اللي هم عملوا الاوفيليشن؟ الاوفيليشن بسبب ال اتش سيرج ثم ال اتش سيرج ثم ال اتش سيرج ثم اف اس اتش سيرج. اللي مين اللي زودهم؟ مين اللي زود دول؟ الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن عمل 2 سيرج. الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن عمل 2 سيرج. ال اتش سيرج بيزيد 6 ل 10 مرات. واهم حاجه جاست بيفور اوفيليشن، ما تحطش دي عند الاوفيليشن. بتبقى بتحصل قبل الاوفيليشن 16 ساعه قبل الاوفيليشن ممكن، يبقى ما تحطهاش مع الاوفيليشن. انما الاف اس سيرج اللي هو اضعف 2 ل 3 مرات تحطه مع الاوفيليشن. يبقى ال اتش سيرج هو الاقوى 6 تو 10 فولز جاست بيفور اوفيليشن. الاف اس اتش سيرج 2 تو 3 فولز ات اوفيليشن. ما فيهاش هزار الكيرفات دي، اما تيجي سؤال نظري عايز ترسمهم سواء اندر جراديوت او بوست جراديوت. طيب نيجي بقى الكنترول بالكلام. كنترول او ريجوليشن او اوفيريان سايكل. احنا قلنا يا اولاد ان الاوفيريان سايكل اندر ذا كنترول اوف جونادوتروبينز، الاوفري از جوناد فيبقى اندر ذا كنترول اوف جونادوتروبينز. اسمع بقى الكلمه المهمه الجايه جدا. والجونادوتروبينز بتوع الانتيرو بيتيوتري already under the control of gonadotropin releasing hormone طالع من الهايبوثالاموس. يعني تاني الاوفيريان سايكل under the control of gonadotropin بتاع البيتيوتري، ال FSH وال LH. والجونادوتروبين اللي هم ال FSH وال LH من anterior pituitary already under the control of gonadotropin releasing hormone طالع من الهايبوثالامس. فلو قال لك اشرح الكنترول بتاع الاوفيريان سايكل، تبتدي بالجونادوتروبين ريليسنج هرمون في الهايبوثالامس وده الاطول، ثم الجونادوتروبين بتوع الانتيرو بيتيوتري. وكتبتها لك في غايه النظام، وفي ساعات بيجي سؤال بس
سبيشال في البوست جراديويت اتكلم مش بقى على ريجوليشن اوفيريان سايكل، على الجونادوتروبين ريليسينج هرمون. كل ما تعرفه عن الجونادوتروبين ريليسينج هرمون. تعالى بقى نقول النقاط الستة الأساسية. عد معايا. فانسز بيتعمل في الهايبوثالامس، اي ريليسينج هرمون في الهايبوثالامس. فين بالتحديد؟ في الاركوت نيوكليس، شكلها زي الارش عشان كده سموها اركوت، كنا خدناها حتى مع الميتابوليزم، والبري اوبتيك اريا. يبقى اركوت وبري اوبتيك ده الثانس. طب دول نيوكليس يعني مجموعه نيرونز. طب بيختزن فين؟ عند النيرف تيرمينالز. نفس فكره الاي دي اتش الاوكستوسين، بس في الاي دي اتش الاوكستوسين كان النيرف تيرمينالز في البوستيريور بيتيوتري، هنا النيرف تيرمينالز برضو في الهايبوثالامس، في الهايبوثالامس برضو، بس عند الميديان امينس، المنطقه البارزه اللي بيطلع منها كل الريليسنج والانهيبيتنج هرمونز. المعلومه الثالثه ان الجوناتروبين ريليسنج هرمونز بيطلعوا بطريقه ريذميك، امبالسز، ما بيطلعوش كونتينوس. بعملها ليه ساعات؟ طالب يقول لي افتكرت عملتها ازاي بصوتك. ان اوسيليشنز الارك وت نيوكليس الريذم بتاعها كل ساعه اورلي ريذم، اما البري اوبتيك اريا هي الاهم، الريذم بتاعها كل مانث كل شهر. عشان كده البري اوبتيك هي اللي بتعمل الجوناتروبين ريليسنج هرمون سيرج، الزياده الرهيبه في الجوناتروبين ريليسنج سيرج، وعليه الزياده اللي بتحصل في ال اتش سيرج اللي هو بيعمل اوفيليشن. طب ايه قيمه ان الارك وت نيوكليس بتعمل اور ريذم؟ تعال بص شيء رائع دلوقتي. تخيل لو الجونادوتروبين ريليسنج هرمون طالع على طول، يبقى في حاجه اسمها داون جريد. كان عدد الجونادوتروبين ريسبتورز، خلاص عدد الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور على الانتي بيوتري هيقل، لكن لما هي تطلع كل ساعه بعدين تقل، فالريسبتورز بتاعه الجونادوتروبين ريليسنج هرمون في الانتي بيوتري تزيد، يحصل لها اب ريجوليشن، فتبقى مستعده. انما تخيل لو انه الجوناتروبين ريليسنج هرمون طالع على طول كونتينوس، يبقى الليفل بتاعه عالي على طول، يبقى في حاجه اسمها ان لما الهرمون يزيد عدد الريسبتور بيقل، فربنا خلاه يطلع ويقل يطلع ويقل عشان ما يسمحش ان الريسبتورز تقل. فاذا الاركويت ريذم، الاركويت نيوكليس اوري ريذم ده بيعمل اب ريجليت، خلاص مش قلنا داون ريجوليشن واب ريجوليشن للجوناتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور على الانتي بيوتري. يعني كان الاركوت دي بتخدم على البري اوبتيك اريا، بتخلي عدد الجوناتروبين ريسبتور على الانتي بيوتري عالي تملي، عشان لما يحصل البري اوبتيك ريذم اللي هو بعد شهر كل شهر اللي هو بيحصل مانثلي، عشان خاطر يطلع دفعه كبيره من جوناتروبين ريسبتور هرمون سيرج تزايد جامد، يلاقي الريسبتورز اللي على الانتيرو بيتيوتري في حاله زياده في فيستجيبوا. ايه الروعه دي لمن يفهم؟ يبقى تاني يا اولاد، الريليس بيحدث ان ريذم. انا متوقع ان الدوره الشهريه يبقى الريذم يحصل كل شهر، ده البري اوبتيك كل شهر بيعمل جونادوتروبين ريليسنج هرمون سيرج، دفعه جامده من الجونادوتروبين ريليسنج وعليه دفعه جامده من اليوتنايزنج هرمون طبعا والاف اس اتش، بس ال اتش اساسا اللي بيعمل اوفيليشن. طب ليه الاركوت نيوكليس بتطلع كل ساعه دفعه كل ساعه؟ عشان لا تسمح، لو كان بتطلع على طول كان عدد الريسبتورز هيقل داون ريجوليشن، الريسبتور لو كان الهرمون عالي على طول الريسبتور يقل على طول، لكن لما يطلع وينخفض يطلع وينخفض في اللحظه اللي بينخفض ما هو ما بيطلعش غير كل ساعه، يبقى في معظم الوقت منخفض، فده يعمل ابجريد، اسف مش ابجريد، اب ريجوليشن للجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور، فيبقى ريسبتور كتيره وفي نفس الوقت هيجي لها الجونادوتروبين هرمون ريليسنج هرمون بعد شهر يلاقيها عددها كتير فيعمل السيرج اللي بيؤدي الاوفيليشن. كيمستري ديكابيبتايدز، قلنا ان كل ريليسنج انهيبيتنج هرمون راجع من حضرات الاندوكراين كلهم تركيبهم سمول بيبتايدز، هنا
ديكا بيبتايد 10 امينو اسيد ما عدا واحد فاكرينه البرولاكتين انهيبيتي كان تركيبه دوبامين. النقطه الخامسه المود اوف اكشن. طب احنا قلنا ادام بيبتايد بحرف البي يبقى انسوليبل بقى ما بتدخلش جوه الخليه يبقى مش هتشتغل جينوميك يبقى نون جينوميك عن طريق جي بروتين. معظم البيبتايد بيشتغل عن طريق جي بروتين. قلت الاغلب السكن ميسنجر بيبقى سايكليك ام بي. الا اذا الا اذا الا اذا راجع محاضرات الاندوكراين لو الموضوع فيه اكزوسايتوزيس اسف لو الموضوع عاوز كالسيوم كما في حالات الاكزوسايتوزيس او الكونتراكشن. الاكزوسايتوزيس والكونتراكشن عاوزه كالسيوم يبقى عاوزين سكن ميسنجر بيطلع الكالسيوم. ما ينفعش في الحاله دي السايكل ام بي انما ينفع مين بقى الانيزيتول ترايفوسفيت والداي اسيل جليسرول. لان الانيزيتول ترايفوسفيت ده كان بيطلع كالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولم وبيدخل الكالسيوم من الاكستراسيلولار فلويد فده يعمل اكزوسايتوز. طب واحد بيقول لي احنا محتاجين اكزوسايتوز ليه حضرتك نسيب بقى ان كنت ناسي او خرج الجونادوتروبينز بتوع البيتيوتري اللي هم الاف اس اتش والال اتش بتوع البيتيوتري دول تركيبهم جلايكوبروتين. الجونادو تروبينز الاف اس اتش والال اتش بتوتري دول تركيبهم جلايكوبروتين. بروتين هيبقى ريليز ازاي من الخليه؟ اي بروتين عشان يطلع من الخليه بيطلع بالاكزوسايتوزيس يبقى لازم الريليسنج هرمون بتاع الهيبوثالاموس اللي هيريليس الجونادوتروبينز بتوع البيتيوتري اللي هم جلايكوبروتين. بروتين بتبقى ريليز بالاكزوسايتوزيس لازم جونادوتروبين ريليسنج عشان هيطلع بروتين بالاكزوسايتوزيس لازم يشتغل بسكند ماسنجر يقدر يعمل اكزوسايتوزيس يبقى يقدر يزود الكالسيوم يبقى مش هو السايكليك ام بي بقى يبقى الانزيتول ترايفوسفيت والداي اسايل جليسرول. ده يبقى نون جينوميك عن طريق جي بروتين بالانزيتول ترايفوسفيت اللي هو بيزود الكالسيوم عشان يعمل ريليس للجوناتروبينز. اما الداي اسايل جليسرول ده مش بيعمل ريليس ده بيعمل سنسز الجوناتروبين يبقى واحد يعمل لهم ريليس والتاني يزود السنسز داي اسايل جليسرول. ده ريليس الجوناتروبين بالكالسيوم بالاكزوسايتوزيس وده يزود الثنسز اوف جونادو تروبينز. النقطه السادسه والاخيره كنترول اوف جونادو تروبين ريليسينج هرمون. قلنا وان اوف ذا موست سوفيستيكيتد. عندنا خمس حاجات بترجليت الجونادو تروبين ريليسينج هرمون. 2 نيجاتيف و2 بوزيتيف ادي 4 2 نيجاتيف فيدباك 2 بوزيتيف فيدباك وبعدين عندنا في الاخر السايكولوجي. نيجي النيجاتيف فيدباك هنبص مع بعض. أصعب فيدباك في العالم في الاندوكراين. اندوكراين هو بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم. اوفيريان ستيرويدز معناها ايستروجين بروجسترون. نتفق لما اقول مين الهرمونز اللي تركيبها استرويد وطلع من الاوفري الايستروجين بروجسترون لان الانهيبين ما هواش ستيرويدز عشان كده بنحطه لوحده نيجاتيف فيدباك اوف انهيبين. تبقى فاهم ليه لان الاوفري الكوربس لوتيوم كان بيطلع ايستروجين بروجسترون دول ستيرويدز. الانهيبين زي ما نيجي في المحاضره القادمه باذن الله از نوت ستيرويد عشان كده بيقول في نيجاتيف فيدباك بالاوفيريان ستيرويدز ونعني بالايستروجين بروجسترون ونيجاتيف فيدباك بالانهيبين ده الاوائل. يعني ما فيش حاجه معقده قد الفيميل. الفيميل ريبرودكتيف سيستم ما يزعلوش مني الفيميل. الفيميل ريبرودكتيف الايستروجين بيعمل نيجاتيف فيدباك ات بوث لو اند هاي كونسنتريشن. يعني لما يوطى الجوناتروبينز تزيد لما يعلى الجوناتروبينز تقل يبقى بيشتغل ات بوث لو اند هاي. البروجسترون بيشتغل اونلي ات هاي ليفل لما يعلى ينقص الجوناتروبينز لكن لما يوطى ما يزودهمش. يبقى الايستروجين بيشتغل ات لو اند هاي انما البروجسترون بيشتغل ات هاي بس. ازاي اندايركتلي ازاي بيحصل النيجاتيف فيدباك؟ مش دايركت عن طريق انهيبيتوري انتر نيرون عشان كده سموها اندايركت. ليه اندايركت؟ عشان في انهيبيتوري انتر نيرونز بيوقف الاركوت. ما احنا قلنا الجوناتروبين ريليسنج كان بيطلع من الاركوت والبري اوبتيك بيوقف الاركوت بالاوبيويد. الاوبيتس هي دي الانهيبيتوري ترانسميتر وبيوقف البري اوبتيك اريا اللي كان عندها مانثلي ريزم بالجاما امينوبيوتريك اسيد. طيب نيجي للنيجاتيف فيدباك باي انهيبين. ليه حطيناه لوحده؟ لان ده مش ستيرويد تركيبه مش استرويد مش زي الايستروجين بروجسترون.
قلنا الانهبين سموه انهبين ليه يا اولاد فاكرين؟ لانه على الانتيريور بيتوتري كان بينقص الاف اس اتش. الاف اس اتش الفوليكل ستيميتنج هرمون ده فيه الفا وبيتا تايبس، فهو بينقص تكوين الفوليكل ستيميتنج هرمون الفا والبيتا تايبس بانه بينقص الماسنجر ار ان ايه اللي لازم لتصنيعهم. طب وعلى الاوفري بيعمل ايه؟ الانهبين بيشتغل على الانتيريور بيتوتري ويشتغل على الاوفري اللي هو طالع منها، بينقص الاندروجين اللي هو مصدر الايستروجين وبالتالي ينقص الايستروجين. عشان كده قلنا ده دول نيجاتيف فيدباك. نيجي بقى للبوزيتيف فيدباك برضو هنقسمها في اوفيريان ستيرويدز اللي هم ايستروجين اند بروجستيرون، خلاص ده اللي نعني بيها. وفي بوزيتيف فيدباك بالاكتيفين، كان مين اللي بيزود اف اس اتش؟ مش الانهبين بقى، الاكتيفين. فنيجي هنا قلناها قبل كده الرايزنج ليفل اوف ايستروجين، ارتفاع الايستروجين 2 days بيفور الاوفيليشن بيعمل 2 سيرجز. ال ات سيرج اللي هو بيزيد ما بزهقش 6 to 10 times، وتو ليسر اكستنت اف اس اتش سيرج اللي هو بيزيد مرتين لثلاثه. ولا تنسى الاف اس اتش سيرج ده في نص السايكل بالظبط، ال ات سيرج بيحدث في اليوم ال 13 16 ساعه قبل الاوفيليشن. طيب تعال نشوف بقى على الهايبوثالامس السيرجز دي الاوفيريان ستيرويدز بتعمل المونثلي جونادوتروبين ريليسينج سيرج. المونثلي، المونثلي ده يبقى طالع منين؟ من البري اوبتيك هي اللي بتطلع كل شهر. وبيعمل ايه في نفس الوقت؟ قلنا بيثنستايز الانتيريور بيتوتري جونادوتروبينز تو ذا جونادوتروبين ريليسينج هرمون. فهمناها ازاي؟ ازاي بيخلي الانتيريور بيتوتري اكثر حساسيه اللي هو اللي كان بيحصل كل ساعه من الاركوت نيوكليس، كان بيعلى كل ساعه وينزل تاني بقيه الساعه، فعدد الريسبتورز بتاعه الجونادوتروبين ريليسينج هرمون على الانتيريور بيتوتري تبقى اكتر، اللي هي الاب ريجوليشن. كلام صعب بس لذيذ. وقلنا ليه ربنا زود البروجستيرون قبل الاوفيليشن بحاجه بسيطه في الكيرف؟ لان ده بيأوجمنت ال ال اتش سيرج. تبقى فاهم هو ليه ربنا زود البروجستيرون، يعني ما زادش، كان قلنا جمل بسلم واحد، انما زاد قبل الاوفيليشن بحاجه بسيطه عشان يأوجمنت الاهم وهو ال ال اتش سيرج. تعالى اوريها لك اهي. نشوف بروجستيرون اهو كان زاد شويه، مش بس جاما بسنه 1% ليوتيال، زاد هنا شويه لان ده بيأوجمنت ال ال اتش سيرج، يحبوا يشتغلوا مع بعض، عشان كده رسمهم هما الاثنين باللون الازرق. الايستروجين اللي بيزودوا الاف اس اتش باللون الاحمر، بروجستيرون بتاع ال ال اتش. طيب تبقى عارف هذا الكلام. طيب نيجي بقى في بوزيتيف فيدباك باي اكتيفين. الاكتيفين ده بيشتغل برضه زي الانهبين على الانتيريور بيتوتري والاوفري. على الانتيريور بيتوتري بالعكس، الانهبين كان ينقص الاف اس اتش، الاكتيفين يزود الاف اس اتش بس بيزود البيتا سب يونت بس مش البيتا والالفا. برضه هناك كان بينقصهم عن طريق الماسنجر رايبونوكليك اسيد، هنا يزوده عن طريق انه بيزود الماسنجر رايبونوكليك اسيد. وعلى الاوفري بيزود مرة أخرى الإيستروجين، يبقى ده كان بينقص الأندروجين وبالتالي الإيستروجين ده يزود الإيستروجين الأكتيفين. طيب الصفحة الأخيرة اللي هي السايكيك فاكتور. انتخال الجونادوتروبين ريليسينج هرمون وبالتالي الجونادوتروبينز وبالتالي الاوفيريان سايكل وبالتالي المينسترال سايكل بيعتمدوا على السايكليك فاكتورز في الفيميل. فصار الاجيال الستريس والسايكلينج بيسبرس الاس مع اس، الستريس والسايكلينج بيسبرس الجوناتروبين ريليسينج هرمون. فاكر لما قلت لكم يا اولاد لا يستقيم ان الست تبقى بترضع وتبقى حامل؟ فالسايكلينج بيوقف السايكلز وبالتالي ما يبقاش في حمل، السايكلينج بيوقف الجوناتروبين ريليسينج هرمون وبالتالي يوقف الحمل. طب والستريس؟ كلنا يعلم ان ستات كثيره جدا after the death of a husband لما يموت زوجها هي عارفه ان السايكل دي مرتبطه بالحمل اللي مرتبط بالزوج، فمن كتر الستريس يقف الجونادو يسبرس الجونادوتروبين ريليسينج هرمون فيقف الاوفيريان وعليه تقف اليوتراين لانها سكند اند سينكرونس.
وبنات كتير لاحظوا ان في ايام الامتحانات بسبب الاسترس الدوره بتلخبط. يبقى 100% الجوناتروبين ريليسينج هرمون بتاع الهايبوثالامس، وبالتالي الجونادوتروبينز بتوع البيتيوتري، وبالتالي الاوفيريان سايكل، وبالتالي المينسترال سايكل بتاعت اليوترس افكتد باي ستريس. واشهر من الاسترس الاكزامبل بتاع السايكلينج، ان الرضاعه بتوقف الجوناتروبين ريليسينج هرمون، وعليه توقف الجوناتروبينز، وعليه توقف الاوفيريان، وعليه توقف المينستريشن، فما يحصلش حمل، لان لا يستقيم ان الست تبني طفل بالرضاعه وفي نفس الوقت تبني طفل اخر بالحمل. قلنا الكلام ده. يبقى في عجاله بس عاوز ده انه ده سؤال صعب سبيشال للبوست جراد، بيجابوه وحش قوي اللي بيتقدموا لدبلومه او ماستر امراض نساء. بيقول لهم جيفن اكاونت ان جونادوتروبين ريليسينج هرمون، 5-6 نقط يا اولاد تقولوها. 1 ثانسس بيتعمل في الهايبوثالامس بالاركوت نيوكلياس والبري اوبتيك، ودول مجموعه نيوكليات، النيوكلياس مع مجموعه نيرونز، يبقى بيتعمل بالنيرونز بتوع الاركوت نيوكلياس والبري اوبتيك اريا في الهايبوثالامس. طب نقطه ثانيه ستورج، هو بيتعمل في جسم الخليه النيرون لكن يختزن في نهايات الاكسون في النيرف تيرمينالز بتاعت النيرون دي، يبقى بيتعمل في النيرونز اللي موجوده في الاركوت والبري اوبتيك، ويختزن في النيرف تيرمينالز في النهايات اللي هي عند الميديال امينس. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه بيطلع بطريقه ريذميك بالسز، اوعى تقول كونتينوس، الاركوت كل ساعه، البري اوبتيك وهي الاساس كل شهر، اللي احنا عندنا دوره شهريه. طب ليه الاركوت بيطلعه كل ساعه؟ لانه بيطلع بعين يقل من الاركوت، فلما يقل الهرمون الريسبتور تزيد، الجونادوتروبين ريسبتور هرمون اللي موجود على الانتيرو بيتيوتر تزيد اب ريجوليشن، فلما يحصل بعد كده المونثلي بالس يلاقي عدد الريسبتور اللي بتستجيب للجونادوتروبين زايده. شيء رائع. نقطه رابعه الكيمستري، قلنا كل الريليسنج والانهيبيتنج هرمونز السته اللي خدناهم في الاندوكراين تركيبهم سمول بيبتايد، ده على لو انت اشطر ديكا بيبتايد 10 امينو اسيد ما عدا قلنا مين البرولاكتين انهيبيتنج كان تركيبه دوبامين. طيب نيجي المود اوف اكشن، احنا قلنا ادام بيبتايد يبقى ليبيد انسوليبل مش هيدخل جوه الخليه، يبقى نون جينوميك على طول، ما ينفعش الاسترويدز هي السوليبل الليبيد تعدي الجدار بتاع الممبرين وتوصل النيوكليس وتاثر في الجينز تبقى جينوميك. اذا ما فاكر قلت لك البروتين والبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، لو كنت فاكر راجع محاضرات الاندوكراين كلهم نون جينوميك. العمل الاساسي معظمهم عن طريق الجي بروتين، هنا جي بروتين. العمل الاساسي عن طريق سكن ميسنجر من اثنين في الاغلب سايكليك ام بي، الا اذا كنت محتاج كالسيوم ما ينفعش سايكليك ام بي، يبقى لازم اتنقل على الثاني في الاهميه وهو الانزيتول ترايفوسفيت وضائع سالبيسو. طب ليه انا اتنقلت عليهم؟ افهم، لانه الجونادوتروبين ريليسنج هرمون بتاع الهايبوثالامس بيريليس ايه؟ جونادوتروبين هرمونز من الانتيرو بيتيوتري اللي هم تركيبهم ايه؟ جلايكوبروتين. بروتين هيطلع بره الخليه بايه؟ الاكسيتوزيس اللي محتاجه ايه؟ كالسيوم. يبقى لازم السكن ميسنجر يكون قادر على زياده الكالسيوم اللي هو الانزيتون ترايفوسفيت اللي بيزود الكالسيوم فيعمل ريليس، والداي اسايل جليسرول اللي بيزود الثنسز اوف جوناتروبين، يعني واحد بيزود ريليس اوف جوناتروبينز والثاني الثنس. النقطه السادسه والاخيره كنترول، من اصعب الكنترول اللي يمكن تصورها، 5 كنترول لجوناتروبين ريليسنج هرمون، 2 نيجاتيف فيدباك، الاوفيريان ستيرويدز اللي هم ايسترو بروجسترون والانهيبين، واثنين بوستيف الاوفيريان ستيرويد اللي هم الايسترو بروجسترون والاكتيفين. وبعدين تعالى بقى التفصيلات مرعبه، الايسترو بيعمل نيجاتيف فيدباك، لو زاد يقلل ولو نقص يزود، يبقى بيشتغل ان لو اند هاي كونسنتريشن، انما البروجسترون بيشتغل بالهاي كونسنتريشن بس، لو زاد البروجسترون يقلل الجوناتروبينز لكن لو قل ما يزودهمش. لو نص السايكل قليل البروجسترون ما كانش ينفع يبقى اتلو،
لان البروجسترون ده ما بيظهرش غير في النص الثاني من السايكل. خلاص؟ ففي الهاي بيقللهم عشان ينهي الحكايه ويحصل الكوربس ليوتيوم فورميشن، بيتحول لكوربس البيكانس في الاخر. يبقى البروجسترون لما بيعلى في النص الثاني اهو يقلل الجوناتروبينز، فلما بيقلل الجوناتروبينز كوربس ليوتيوم قلنا يتحول لكوربس البيكانس. بيشتغلوا النيجاتيف فيدباك ده اندايركت. ليه قالوا اندايركت؟ لانه عن طريق انهبيتور انتر نيرون. طب مين الكيميكال ترانسميتر في حاله الاركويت؟ بتبقى انهبيتد بالاوبييتس، في حاله البري اوبتيك بالجاما امينوبيوتريك اسيد. لكن في نيجاتيف فيدباك بالانهبين كمان. قلنا الانهبين مليون مره، ده بينهبيت الاف اس اتش هنا بنوعيه الالفا والبيتا عن طريق انه بينقص الماسنجر ار ان ايه اللي لازم لتصنيع الاف اس اتش، وعلى الاوفري بينقص الاندروجين وبالتالي الايستروجين. طيب بوست فيدباك، اوفيريان ستيرويدز واكتيفين. اوفيريان ستيرويدز يبقى الحته الاهم حته في السايكل هنا اللي هي البوم الاوفيليشن دي، ان الرايزنج ليفل اوف ايستروجين ده. عاوز اقول لك حاجه، قلت ما عندناش في كل الاندوكراين مش بس الفيميل ريبرودكتيف سيستم غير تو بوست فيدباك ميكانيزمز، والاثنين في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، واحدة مع التبويض اللي بقولها دلوقتي والتانية مع الرضاعة. ابقى ارجع لها في الاوكسيتوسين، مفيش غيرهم. مفيش بوزيتيف فيدباك في الاندوكراين اندوكراينال سيستم غير في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، واحدة مع التبويض اهي اللي بنقولها. كيف يحدث التبويض؟ الرايزنج ليفل اوف ايستروجين يومين قبل الاوفيليشن، خلاص بيعمل ال اتش سيرج بيزيد 6 ل 10 مرات 16 ساعه قبل الاوفيليشن، حتى تبقى في الحفظ حلوه. 6 ل 10 مرات اجمعهم 16 ساعه قبل الاوفيليشن، وتؤثر اكستنت الاف اس اتش اللي بيزيد مرتين لثلاثه ات اوفيليشن. شوف الدقه. يبقى الرايزنج ليفل اوف ايستراديول اللي هو نوع من انواع الايستروجينز 2 دايز بيفور بيعمل 2 سيرجز، الاهم ال اتش سيرج تقول عنه نقطتين، بيزيد 6 ل 10 مرات 16 ساعه. حتى حلوه 6 ل 10 وتخليهم يبقى تجمعهم يبقى 16، 6 ل 10 مرات فولز 16 ساعه قبل اوفيليشن، يعني في اليوم ال 13. والاف اس اتش بيزيد مرتين لثلاثه ات اوفيليشن، ات اوفيليشن. ووريها لك تاني تاني في الرسمه، علم في المتبلم يصبح ناسي. او ال اتش سيرج اللون الاسود 6 ل 10 مرات 16 ساعه قبل الاوفيليشن. الاف اس اتش سيرج 2 3 فولز ات اوفيليشن. مين اللي عملهم؟ اهو اللي فوق، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن عمل 2 سيرج. كم مره قلناها؟ 10، يمكن 10. طيب نيجي بقى على الهايبوثالامس. البوست فيدباك ده بيعمل المونثلي جونادوتروبين ريليسنج هرمون سيرج. ما هو بصوا، عشان يحصل ال اتش سيرج اف اس اتش سيرج، هو دول مين اللي بيطلعهم؟ الجوناتروبين ريليسنج هرمون. يبقى اوريدي لازم الجوناتروبين ريليسنج هرمون يحصل له سيرج يتزايد وراء اخر عشان يزود بدوره الاف اس اتش والال اتش. فعلى الهايبوثالامس بيعمل مونثلي سيرج عشان يزود الال اتش والاف اس اتش. طب المونثلي ده بيحصل فين؟ اهي يا اولاد فوق اهي. المونثلي بيحصل فين راحت؟ اهي في البري اوبتيك، في البري اوبتيك. المونثلي ده بتاع البري اوبتيك. طب وعلى الانتير بيوتري؟ قلنا انها بيثنتايز الانتير بيوتري، فهمناها ازاي؟ ده اللي هو بيحصل كل ساعه، فيقل بقيه الساعه فالجونادوتروبين ريسبتورز تزيد. الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور، اسف، الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور اللي على الانتير بيوتري تزيد، عشان لما يجي الجونادوتروبين ريليسنج هرمون من الهايبوثالامس يلاقي عدد الريسبتور بتوع الجونادوتروبين ريليسنج هرمون اللي على الانتير بيوتري زايد. ده كان بالهوردي. وبعدين قلنا البوست فيدباك ليس بالبروجستيرون which only augments the LH surge. البوست فيدباك بالاكتيفين الانتيريور بيوتري، على الانتيريور بيوتري الاكتيفين بيزود الاف اس اتش بس بيزود البيتا تايب بس عن طريق الماسنجر ار ان اي، وعلى الاوفري بيزود الايستروجين. النقطه الاخيره، اللوحة الأخيرة. احنا كده هيبقى بإذن الله فاضل لنا محاضرتان في
في ميل تقعد تسمعهم مليون مره ما تتخصص في امراض نساء ولا لا. سايكيك فاكتور قلنا السكلينج والستريس بيسبرس، اوعى تنساه السكلينج والستريس بيسبرس الجوناتروبين ريليسنج هرمون. وقلت الاكزامبل راجعها تاني، ليه الرضاعه بتوقف الجوناتروبين ريليسنج هرمون ريليس وعليه الجوناتروبينز وعليه الاوفيريان وعليه اليوتراين يبقى فيش حمل، لان لا يستقيم ان يبقى في حمل مع رضاعه. راجع البرولاكتين. الاستريس قلنا الست اللي بيموت جوزها، قلنا البنات في اثناء الامتحان لما يبقوا ستريس بيلخبط الدوره. نيجي بقى السؤال الاخف للبوست جراديوت واللي بيجي كتير في الاندر جراديوت. طبعا ممكن الاندر جراديوت يجي لهم كل الكلام ده اللي هو الانتيرو بيتيوتري بقى الجونادوتروبينز اف اس اتش ال اتش، اتكلم عليهم في اربع نقط دي اسهل. كيمستري قلنا الجونادوتروبينز تركيبهم جلايكوبروتين، طب يبقى المود اوف اكشن قلنا ده بروتين يبقى ليبيد انسولين، يبقى مش هيدخلوا جوه الخليه يبقى نون جينوميك. مين السكن ميسنجر الاشهر هو السايكليك ام بي، دول بقى بيشتغلوا السايكليك ام بي. مش عاوزين كالسيوم لان دول هيطلعوا اوفيريان هرمون ستيرويدز، مش ما بيطلعوش بالاكسيتوز ده بيطلعوا بالسيمبل ديفيوجن الستيرويدز. انما جوناتروبين ريليسنج هرمون كان هيطلع جوناتروبين بروتين بيطلع بالاكسيتوز، كان لازم يشتغلوا بالانجيتول ترايفوسفيت وضع اسال جسم. النقطه الثالثه الاكشن اوف اف اس اتش، والرابعه الاكشن اوف ال اتش. هو نفس الكلام ثاني يا اولاد هنقول من اسمه فوليكل ستيميليتنج هرمون، يبقى مهم للفوليكل، يبقى ايرلي ماتوريشن اوف اوفيريان فوليكلز. ليه بقول ايرلي ماتوريشن؟ الاوائل عارفين ان الليت ماتوريشن اوف فوليكلز محتاجه اف اس اتش برضه ومعاها ال اتش. عشان كده حتى في الفوليكولار ماتوريشن فيز للاوائل كتبنا انه مينلي بالفوليكل ستيميليتنج هرمون، مينلي نوت اونلي، لان الاف اس اتش مهمه للايرلي ماتوريشن لوحدها لوحدها ايرلي ماتوريشن مع ال ال اتش مهمه فور ليت ماتوريشن. طيب تاني حاجه قلنا الاف اس اتش كنا قلناها بتحول الاندروجين اللي طلع من الثيكا سيلز، لما قلنا كنا ال ال اتش بيشتغل على الكوليسترول يطلع اندروجين من الثيكا سيلز ثيكا انترن، يجي الاف اس اتش بالاروماتويز يحول الاندروجين الى ايستر بالجرانيولوزا سيلز، قلنا الكلام ده. يبقى الاف اس اتش بتطلع ايستر. طيب بعد كده الاف اس اتش بيزود الايستر انفورميشن باي جرانيولوزا سيلز. يبقى لو انا واحد يقول لي طب لخصها لي تلخيصه حلوه، انا ملخصها لك هو باللون الاحمر والاصفر. يبقى الاف اس اتش لوحده مهم للايرلي ماتوريشن اوف فوليكلز وبيحول الاندروجين الى ايستر، بيعمل ايستر ايرلي ماتوريشن اوف فوليكل ايستر. واحنا عموما عارفين يا اولاد الاف اس اتش ده بتاع النص الاولاني في السايكل، النص الاولاني في السايكل بيبقى فيها هرمون واحد اللي هو الايستروجين، فهو بيعمل ايرلي ماتوريشن اوف فوليكل لوحده بيكمل مع ال اتش الليت ماتوريشن وبيطلع اندروجين بيطلع ايستروجين اسف. وكنت قلتها لكم اوريكم الرسمه تاني يمكن، بس احنا لقيها بسرعه بقى مش عاوز اضيع وقت. اهي لقيناها الحمد لله. اهي بص اهي كنا قلنا ال ال اتش يا دي الخيبه. طيب معلش كنا قلنا ال ال اتش ثواني ال ال اتش بيشتغل على الثيكا انترنا يحول الكوليسترول الى اندروجين اللي هو ادم، بعدين يجي الاف اس اتش على الجرانيلوزا سيلز يحول ادم ياخد من ادم حواء الاندروجين الاروماتيز انزيم يحوله لايستروجين. تبقى حافظها صم دي خلاص. ال ال اتش يحول الكوليسترول لاندروجين، وبعدين الاف اس اتش بالاروماتيز انزيم يحول الاندروجين لايستروجين بالجرانيلوزا سيلز. طيب نيجي ال ال اتش اكشن ال اتش، قلنا ال ال اتش مع الاف اس اتش يعمل ليت ماتوريشن اللي هي يعمل لي جرافيان فوليكل خلاص، وبعدين ال اتش يعمل الاوفيليشن مش لوحده اساسا بال ال اتش سيرج اللي هو 6 ل 10 مرات فولز بيزيد 16 ساعه الاوفيليشن، لكن معاه مين السكند سيرج اف اس اتش، يبقى اساسا الاوفيليشن بيحدث بال ال اتش سيرج. يعني لما طالب يقول اوفيليشن بال ال اتش ده غلط، لازم يقول ال اتش سيرج. طب الاوائل تو سيرجز
ال اف سيرج ويحددها اللي بيزيد 6 تو 10 تايمز 16 ساعه بالاوفيليشن، وكمان الاف اس اتش سيرج اللي بيزيد 2 3 تايمز في ال100 سايكل. طيب واليوتنايزنج هرمون من اسمه بيعمل كوربس لوتيوم، كوربس لوتيوم. ثم بعد كده لسه واخدين ان ال اتش كان بيعمل الاندروجين منين؟ من الثيكا انترنا سيلز، الجلاندولار ثيكا انترنا سيلز، وبعدين كان بيطلع الايستروجين والبروجسترون من الكوربس لوتيوم. يبقى الاف اس اتش بيطلع ايستروجين بس ده في النص الاولاني، النص الثاني اليوتيلايزنج هرمون بيطلع ايستروجين بروجسترون. مش قلنا اهم معلومه في السايكل ان في النص الاولاني بيطلع ايستروجين بس، في النص الثاني ايستروجين اند بروجسترون. طبعا مش عاوز تلخبط، الاف اس اتش والال اتش موجودين معظم السايكل، مش ده يعني اللي موجود في النص الاولاني هو الايستروجين، النص الثاني ايستروجين اند بروجسترون. انما ال اتش والاف اس اتش اللي موجودين معظم السايكل ما عدا في النهايه بيقلوا عشان الكوربس لوتيوم يتحول الى كوربس البيكانس. فيبقى ده الوظائف. ال اتش والاف اس اتش بيعملوا جروث اوف نيو فوليكلز اند ستارتنج نيو سايكل، ده الفانكشنز. يبقى تاني قلنا لك بترتيب لطيف ما تنساش، يبقى تقول اف اس اتش انسى الكلام ده كله لوحده بيعمل ايرلي ماتوريشن اوف فوليكلز، ومين اهم هرمون بيطلعه؟ الايستروجين. طيب نكمل القصه بقى، يجي ال ال اتش مع الاف اس اتش يكمل القصه، يعمل لي الجرافيان فوليكل اللي هو الليب ماتوريشن، وبعدين يفجرها اوفيليشن، وبعدين يكون كوربس لوتيوم، وبعدين هذا الكوربس لوتيوم يطلع ايستروجين اند بروجسترون. ادي اسهل طريقه لتذكرهم، ان تبتدي القصه بالفوليكل ستيميتنج هرمون الايرلي ماتوريشن ويطلع ايستروجين اللي هو قصه النص الاولاني، اليوتنايزنج هرمون يكمل القصه. يبقى ليت ماتوريشن، وبعدين بعد الليت ماتوريشن هتنفجر يبقى اوفيليشن، وبعد اوفيليشن اللي باقي يدي كوربس لوتيوم، كوربس لوتيوم بيطلع ايستروجين اند بروجسترون. ولا تنسى ولا تنسى ان عشان نعمل ايستروجين لازم الاول نعمل ادم اندروجين، اللي بيعمل اندروجين هو اليوتنايزنج هرمون. بس طريقه سهله. واليوتنايزنج هرمون الاف اس اتش مهمين للجروث اوف نيو فوليكلز ونيو سايكل. نيجي اخر حته بقى يا اولاد، وانا عارف اني اثقلت عليكم، بس يعني اوعدكم المحاضرتين القادمتين باذن الله هيبقوا اسهل كتير، بس ده البيزيس بتاعه. سؤال بقى معقد شويه، اقول لك قول الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان هرمون ريليشن. يعني ما هي الهايبوثالاموس تطلع جونادوتروبين ريليسنج، فالبيتيوتري تطلع جونادوتروبين هرمونز اف اس اتش وال اتش، فالاوفري تطلع ايستروجين اند بروجسترون. فبيقول لك ربطهم لي مع بعض، فانا عملتها بطريقه جميله خالص. هنبتدي من تحت، السؤال ده يتجاوب من تحت، تبتدي ماذا يحدث في الاوفري تحت، ثم تاثيره ايه على الانتيريور بيتيوتري هايبوثالاموس اللي فوق. اسهلها لك اكتر، فاكر في الـ في الـ في الـ في الـ في المينسترال سايكل كنا قسمناها 0 1 2، هي دي بقى الكيف حل السؤال ده. نبتدي بزيرو، هنشرحها في ثلاث مراحل، ثم واحد ثم اثنين. زيرو هو ليه وقع اليوتران اندوميتريوم؟ لان الاوفري بطلت تطلع ايستروجين بروجسترون، لان الكوربس لوتيوم اتحول لحته فايبرس تيشو وما بتعملش اي حاجه اسمها كوربس البيكانز. فالدي جنريشن اوف كوربس لوتيوم وتحوله الى كوربس البيكانز خلاص ما بيشتغلش، عمل صادن ويزدرول ايستروجين بروجسترون اللي هو الزيرو. طيب تعالى بقى نشوف ايه تاثير الاوفري، ما احنا بادئين من تحت على فوق على الانتيرو بيتيوتري والهايبوثالاموس. ان نقص الايستروجين والبروجستيرون بالنيجاتيف فيدباك هيزود الاف اس اتش ويزود ال اتش، لسه ما وصلناش الاوفيليشن، يزودهم زياده طفيفه. الاف اس اتش 2 3 فولز، ال ال اتش 2 فولز بس، لسه هنيجي بعد شويه لل 6 ل 10 فولز. طيب لا نرجع تاني، شوف رايح جاي، يعني الاسماعيليه رايح جاي، نقص الايسترن بروجسترون من الكوربس لوتيوم لما تحول لكوربس البيكانز زود الجونادوتروبينز، فالجونادوتروبينز رجعت اشتغلت على الاوفري زودوا الايستروجين. اليوتنايزنج هرمون طبعا عمل الاندروجين والاف اس اتش حوله الى ايستروجين، فلما زاد الايستروجين من الجرانوزا سيلز
نقص ال FSH وال LH. دي المرحلة الأولى اللي هو قبل الأوفيليشن 11-12 دايز، لسه الأوفيليشن في اليوم الـ 14. تعال بقى الأهلي أهم واحدة اللي هي جاية نمرة 2، إن الإيستروجين هي نمرة 1 البيك بيحصل 2 دايز بيفور أوفيليشن، يعني في يوم الـ 13 مثلا، يبتدي في يوم الـ 13، فده يعمل 2 سيرجز اللي هم ال اتش سيرج، ده الاساسي اللي هو بيزيد، ممكن تكتبها بقى بالتفصيل، يزيد 6-10 مرات 16 ساعه قبل الاوفيليشن، والاف اس اتش 2-3 تايمز اللي هو بيزيد في ال 100 سايكل، فدول يعملوا اوفيليشن اهي. نرجع تاني، اسمع ليه راح جاي، الاوفري عمل ايه في البيتيوتري، البيتيوتري عمل ايه في الاوفري، لما حصل 2 سيرج في البيتيوتري عملوا الاوفيليشن في الاوفري وكوربس يوتيم فورميشن. تمام، نوت البروجسترون قلنا ليه كان بيزيد قبل الاوفيليشن بحاجه بسيطه، عشان يوجمنت ال ال اتش سيرج، بروجسترون ال ال اتش صحاب قوي، بروجسترون يوجمنت ال ال اتش سيرج. ثالث حاجه ناخد اثنين بقى، نبتدي من تحت في الاوفري، كوبس لوتيام تحت بيطلع حاجتين، ايسترون اند بروجسترون، وطبعا معاهم انهبين، بس انا هركز في الايسترون بروجسترون، زادوا فده بالنيجاتيف فيدباك يقللوا الـ FSH والـ LH في الـ pituitary. نرجع تاني للـ ovary، مفيش gonadotropins، يبقى يحصل degeneration في الـ corpus luteum فيبطل يطلع estrogen and progesterone، sudden withdrawal، نرجع تاني هنا يعمل menstruation zero. خلاص، يبقى الـ estrogen and progesterone ومعاهم الـ inhibin negative feedback في الـ FSH والـ LH، يوصلوا lowest level يومين لثلاثة قبل المنستريشن، لما يوطوا جدا FSH والـ LH يحصل degeneration في الأوفري، وبالتالي لما يحصل degeneration في الأوفري للكوربس لوتيام، كوربس لوتيام في الأوفري يحصل له degeneration، يبطل يطلع إيستروجين بروجسترون، وده سبب المنستريشن. دي هقولها بأسلوب لطيف، أسهل طريقة لأكتر فيدباك ميكانيزم معقد في الجسم، يعني مش هقولها غير كده، الطريقه السهله الحاجه صعبه جدا، اللي هو الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان هرمون. ولا ننسى يا اولاد، لا ننسى ان ده هبعدها ليه، عشان ما تفتكرش الموضوع صعب، تبقى عارف ان هو اوريدي صعب، ان مكتوب في كل التكست بوكس بوضوح This is the most complicated feedback mechanism ever known، ده اكتر complicated feedback معروف بتاع الفيميل. طب هنشرحه ازاي؟ قلت الكي نقطتين يا ولاد، تبتدي من تحت الاوفري ثم تأثر على الانتيريور بيتيوتري والهايبوثالامس، ما تبتديش من فوق من الاوفري. طب والكي الثاني 0-1-2، تبتدي بزيرو، ان حصل ديجنريشن للكوربس لوتيام في الاوفري فحصل سادن ويزدرول اوف ايستر اند بروجسترون اللي هو عمل منستريشن، لما يقل الايستر بروجسترون بالنيجاتيف فيدباك يزود الـ FSH والـ LH، هنا خليه عشان تحفظ الطريقة سهلة، زود الاثنين 2 فولز بس، انسى حتى دي 3 عشان تحفظ حاجة سهلة، يبقى نقص الـ Eastern Progesterone زود الـ FSH والـ LH 2 فولز بس، لسه مفيش أوفيليشن. ترجع تاني، اسمع ليه رايح جاي، يعني قلت الأوفري تأثير على الانتيريور بيتيوتري والهايبوثالامس، ترجع تأثير على الأوفري، لما زاد الـ FSH والـ LH دول انتاج ثنائي زودوا الـ Eastern، انت عارف ازاي؟ ال LH بيعمل بيحول الكوليسترول لاندروجين، وال FSH يحول الاندروجين بالاروماتيز انزيم لايستروجين، فلما يزيد الايستروجين يقل ال FSH وال LH، ده في اليوم ال 11 وال 12. اهم خطوه الثانيه بقى اللي هي الاوفيليشن، ان الايستروجين خد بالك، يعني زياده الايستروجين نقص ال FSH وال LH، لكن الرايزنج ليفل اوف ايستروجين، يعني خد بالك، يعني هقولها لك اهو، يعني الايستروجين لما زايد بينقص الاف اس اتش والال اتش، لكن لما يعمل رايزنج ليفل هو ده اللي يعمل السيرج، الرايزنج ليفل الايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن في يوم ال 13 مثلا، بيبتدي في يوم ال 13 بيعمل 2 سيرجز اللي هم البري اوفيلاتري ال اتش سيرج والاف اس اتش سيرج. مين المين، مين الاساس؟ ال اتش سيرج. ليه؟ لانه 6-10 مرات 16 ساعة الأوفيليشن، بينما الـ FSH مرتين لثلاثة
at mid cycle. يبقى ال LH 6 ل 10 مره 16 ساعه، 6 ل 10 مرات 16 ساعه بالاوفيليشن. لما ده 2 3 تايمز في ميد اوفيليشن. نرجع تاني بقى بعد ما قلنا ده، ده يعمل الاوفيليشن ويعقبها الكوربس يوتيرين فورميشن. وللاوائل بروجسترون كان زاد زياده طفيفه قبل الاوفيليشن، هو اساسا جمل بسنم واحد في البوست اوفيلاتري، لكن كان في زياده طفيفه قبل الاوفيليشن يعمل ال اتش سيرج. طيب نرجع تاني الاوفري بقى. الاوفري في الحاله دي الكوربس يوتيرين بيطلع ستيميليتد مينلي باليوتينايزنج هرمون نوت اونلي، تمام، هنا هيزود الاستروجين بروجسترون ومعاهم الانهبين، يبقى 0 1 2. طب زياده الاستروجين بروجسترون تعمل ايه بقى؟ بالنيجاتيف فيدباك تنقص الاف اس اتش والال اتش والسايكل تبقى خلصت على كده بقى. فنقص الاف اس اتش والال اتش هيحصل دي جينيريشن في الكوربس لوتيام، يتحول لكوربس البيكانس، وبعدين يبطل يطلع استروجين بروجسترون فيحصل منستريشن. اللو ليفل اوف اف اس اتش والال اتش ده بيحصل امتى؟ قبل المنستريشن بيومين لثلاثة. low level of FSH والـ H 2 to 3 days before menstruation. خلاص نقص الليفل ده هيخلي الكوربس لوتيام يتحول لكوربس البيكانز، يحصل صادم withdrawal estrogen and progesterone ونبتدي السايكل من جديد. سؤالات الآتي: ان الفيميري بروداكتيف سيستم، ودي بقول المحاضرة الأساسية والأصعب شخصيا بالنسبة لي في الاندوكراين، لأن عارف الديتيلز رهيبة، حاولت أفك اشتباك ما أمكن، اسمعها مرارا وتكرارا. لا تنسى أن الفيميري بروداكتيف سيستم the most complicated feedback ever known، دي المعلومة الأولى. لا تنسى أن أهم حدث في الفيميري بروداكتيف سيستم وظيفته إيه؟ التناثر، التكاثر، أن يبقى فيه بويضة اللي هو بوم أوفيليشن. ان هذا الاوفيليشن الذي هو الحدث الاهم سبب الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور اوفيليشن، يعمل 2 سيرجز ال اتش سيرج 6 تو 10 تايمز 16 اورز قبل اوفيليشن، واف اس اتش سيرج للاوائل 2 3 تايمز في الميت سايكل. دي نقطه مهمه. النقطه الثالثه ان بالنسبه للاوفيريان هرمون اللي هم الايستروجين والبروجستيرون، إيستروجينز and بروجسترون، عشان هما ثلاثة الإيستروجين للأوائل أكتر. الإيستروجينز النص الأولاني بيطلع إيستروجينز فقط، النص الأول إيستروجين، خلينا نقولها إيستروجين عشان ما تخبطش، إيستروجين فقط. أما النصف الثاني بعد الأوفيليشن بيطلع إيستروجين and بروجسترون، دي أهم معلومة. في النصف الأول إيستروجين بس، في النصف الثاني إيستروجين and بروجسترون. يبقى تاني ثلاث كلمات قلتهم مهمة جدا، ده الموست كومبليكيتد فيدباك. النقطة الثانية، ما هو أهم حدث في الفيميري بروداكتيف سيستم؟ بوم الأوفيليشن. سببها قلنا الرايزنج ليفل اوف ايستروجين 2 دايز بيفور يعمل 2 سيرج، ال اتش سيرج للمرة ال 20 بيزيد 6 تو 10 تايمز 16 اورز بيفور اوفيليشن، واف اس اتش سيرج أقل أهمية 2-3 times at ovulation في الميت سايكل. ثالث معلومة ان في الفيميل، في الفيميل سايكل نص الاول الفيميل عندها 2 sexual hormones estrogen، خلينا نقولها estrogen بس احنا عارفين انهم estrogens ثلاثة، وبروجستيرون estrogen وبروجستيرون. في النصف الاول بيطلع واحد بس estrogen، في النصف الثاني الاثنين استروجين اند بروجستيرون. النصف الاول واحد، الثاني اثنين، الاول واحد استروجين بس في النصف الاول، في النصف الثاني من السايكل بيطلع اثنين استروجين بروجسترون. للاوائل زياده البروجست، يبقى الاستروجين طلع مرتين، يبقى جمل بسنمين اهي، احب حتى اوريها لك، جمل بسنمين، لان الاستروجين طلع في النصف الاول لوحده مع البروجسترون في النصف الثاني. فالإيستروجين أهو جمل بسنمين، أول سنم في الميت سايكل للأوائل يحطها بيفور أوفيليشن قبل الأوفيليشن، والسنم الثاني في الميت يوتيال اللي هو الكيرف الأحمر ده بتاع الإيستروجين. أما البروجستيرون جمل بسنم واحد في الميت يوتيال فيز، بس للأوائل أكتر يقولوا إنه بيزيد شوية، أهي شوية في الميت سايكل، إن ده بيأوجمنت الـ LH. يبقى حافظ الكيرفات دي صح. يبقى الاستروجين جمل بسنمين، السنم الاول جاست بيفور اوفيليشن، والثاني في الميديوتيال، والسكند سمولر، السكند لاحظ ان هو اوطى اهو.
اما البروجسترون جمل بسنه 1% ليوتيال فيز، والاوائل اكتر بيزيد زياده طفيفه في الاوفيليشن. اما ال اتش سيرج والاف اتش اتش سيرج قلناهم ال اتش سيرج 6 تو 10 فولدز 16 اورز بيفور اوفيليشن، اف اتش اتش 2 3 فولدز في الميد سايكل ات اوفيليشن. انا عارف اني اطلت عليكم بس لاني مش عاوز اخد محاضرات طويله في الفيميل عشان الوقت، فسعدت بلقائكم وبوقتكم واتمنى اكون افدتكم. ولا تنسوا مساندة الأطفال من المصابين بالسرطان، لا تنسوا 57-357 أن تساندوا يا أولاد. وأشكركم وألقاكم قريبا جدا بإذن الله. شكرا. عيد بقى المحاضرة حضرتك أكثر من مرة عشان دي محاضرة صعبة، خصوصا الأجزاء اللي تلاقي نفسك ما استوعبتهاش عيدها تاني. شكر جدا، ألقاكم قريبا بإذن الله.